أعزائي مشاهدي سيسات في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الأسبوعي حوار ورسالة. النهاردة هنستهل برنامجنا كده ببريقة أمل عيد ميلاد السابع لابننا الحبيب دانيال رفائيل. دانيال رفائيل ابن مخرج عندنا في القناة جميل قوي اسمه ماري. بنقول له كل سنة وانت طيب، عيد ميلاده السابع، ومن ماما ميني و بابا ماريو والاخوات جورج وماريا بيقولوا لك كل سنه وانت طيب يا دانيال وعقبال مليون سنه يا حبيبي. البرنامج بيقول لك كل سنه وانت طيب، بنهدي لك باقه ورد جميله وبنقول لك كل سنه وانت طيب وعقبال مليون سنه، والقناه كلها فرحانه بيك وبتقول لك ربنا يكملك على خير. انت في فيرست جريد يعني في اول سنه ان شاء الله، الجامعات والحاجات الحلوه كده، الدكتوراه والهندسه والفن كله يبقى في دماغك ان شاء الله، وحاجه تبقى جميله. ويعني كل سنه وانت طيب يا دانيال ويا حبيبي عقبال مليون سنه. الحقيقه بنتقدم بالتهاني، خلاص 2/4 على الابواب، وهو بدايه شهر رمضان لكل اخواتنا وحبايبنا المصريين لشهر رمضان. وشهر رمضان الحقيقه جاي مع ازمه اقتصاديه، لكن المجهودات اللي عملتها الحكومة المصرية في تثبيت الأسعار وتوفير السلع حاجة مطمئنة، وإن رئيس الدولة نفسه بيتكلم في الموضوع بيطمئن الناس. وأنا فعلا يعني بالاتصالات والحاجات العادية والسوشيال ميديا إن مفيش خوف ولا قلق حتى من الارتفاع المفاجئ للدولار والخفض قيمة الجنيه، لكن الأسعار برضو في متناول ان المصريين يبتدوا يرشدوا او لكل حاجه متاحه. والترشيد ده يعني سمه في كل شعوب العالم، واستمرار الحرب الاوكرانيه دي حاجه مش في ايدينا، ودي حاجه غصب عن الحكومات المصريه او الحكومات اللي بيحصل فيها يعني انخفاض لسعر العمله بتاعتها. بنقول للمصريين بمناسبه شهر رمضان كل سنه وانتم طيبين وانتم قادرين على انكم تعدوا الازمه، وان شاء الله التضخم السنين اللي جايه يبقى اقل ويبقى فيه تحسن، ومصر دايما على الطريق الصحيح. النهارده بنقول لاخواتنا المسيحيين في كل مكان، الاقباط عموما، احد السامريه، واحد السامريه ده من الحدود المقدسة في الصوم المقدس، الصوم الخمسيني، الصوم الكبير يعني. والسامرية بتمثل الحقيقة، بتمثل كل الناس والرجوع إلى الله، وإن السيد المسيح نفسه ذهب إلى البير استعدادا للقاء، لأنه هو اللي ذهب، مش يعني هي كانت رايحة للبير علشان تشرب، لكن كان المسيح في انتظارها. وبعد ما يعني تقريبا حديث لم يعني بعد ساعات، ساعة اتنين تلاتة، المدينة كلها عرفت بالسيد المسيح وقدومه إلى السامرية، وكانت توبة حقيقية من السامريين. والسامريين دي كانت في اختلاف بين هذه البلد يعني وبين اليهود الأصليين الموجودين في أورشليم، حتى إن كان بيسألوا هل السجود هنا في السامرة أو عند الجبل أو الجبل المقدس في أورشليم يعني. فقال لهم الله الروح والذين يسجدون له بالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. فأنت ممكن تعبد ربنا في أي مكان ما هواش المكان، لكن الأماكن المقدسة اللي هي أماكن العبادة والمخصصة ليها من وقتها سميت بالكنيس. الكنيس اللي هو الجماعة المؤمنين أو باللغة العبرية، وهي دي بقى اللي بقت الأماكن المقدسة، لأن بيتم فيها ذكر الله والصلاة والحاجات دي كلها. والتقديس هنا بالحضور الإلهي موجود فيه، لأن عندنا وعد من يعني إن اللي بيصلي اتنين أو تلاتة فهناك أكون في وسطهم، والسيد المسيح بنفسه قال الكلام ده في الإنجيل. فيعني الحضور الإلهي هنا بيقدس المكان. ومن أسفار التوراة إن الحضور على الجبل، والجبل نفسه كان شعب الله وقتها اللي هم اليهود يعني بني إسرائيل لما شافوا الجبل واتخضوا، والقدسية كانت علشان توصل لهم بالطريقة اللي كانوا يفهموها وقتها. السامرية بتمثل كل جماعة الرجوع إلى الله والرجوع بالإيمان والرجوع بالطريق الصحيح، و ان مش ليس بالخبز وحده يحيى الانسان ولا بالميه العاديه، لا، في ماء تاني يروي الروح وفي غذاء تاني يغذي الروح، لان الانسان روح مش جسد بس. كل سنه وحضراتكم طيبين، ودي كان بس يعني حبيت اشارككم بتامل المتواضع مع احد السامريه. كل سنه وحضراتكم طيبين. منتخب مصر مع السنغال، والحقيقه منتخب مصر كان ظهر بصوره رائعه،
منتخب السنغال 23 لاعب كلهم بيلعبوا في كل أندية أوروبا مجتمعة الأولى، فيعتبر جايبين منتخب أوروبا يلاعب منتخب مصر. وعجبني تعليق مدحت شلبي بيقول القدرة بتلعب قصاد الإرادة، إرادة المصريين إنهم يفوزوا، لكن القدرة، وخلينا نكون واقعيين، كان السنغال بالتركيبة والتشكيلة كان هو الأقوى، لكن كيروش عمل من المصريين معجزة حقيقي يعني، وكان ممكن نجيب هدف تاني يعني، كان يبقوا هدفين. طبعا هم كان في فرصة للتهديف، لكن الدفاع القوي المصري ما خلاهمش يحولوا يعني أحال بين أنهم يجيبوا أهداف في مرمانا. فوز مصر على السنغال فوز غالي جدا، 1-0 طبعا النجم محمد صلاح، وايضا الاثنين الدفاع اللي هنلعب من غيرهم هناك ليهم البديل، والخبر هنقراه مع بعض على مين هيبقى بديل الدفاع لمحمد عبد المنعم والونش. الحقيقه الخبر موجود على المصريين، ما هواش حاجه جديده، وان مصر مليانه باللعيبه، يا رب يبقى اكتر من كده والاختيارات اكتر من كده، ويبقى في برضو لعيبه اكتر في انديه اوروبا زي السنغال، ويبقى برضو من لعب منتخب اوروبا، لان اوروبا متفوقه جدا في لعبه كره القدم، والانديه بتاعتها حتى الدوري الفرنسي والدوري الانجليزي والدوري الالماني من اقوى الفرق اللي بتلعب في هؤلاء او هذه الدول. الثنائي الذي سيقود دفاع منتخب مصر امام السنغال في لقاء الاياب، وده بتاريخ النهارده، نرفع كده عشان نقرا الخبر مع بعض. جاء تاكد غياب ثنائي الدفاع في صفوف منتخب مصر اللي هو محمود حمدي الونش ومحمد عبد المنعم اللي هو يعني اصيب في المباراه الاولانيه وعمل عمليه، ربنا يكمل شفاء على خير، عن تشكيله الفريق امام نظيره السنغالي مساء الثلاثاء المقبل في اياب الدور النهائي من التصفيات المؤهله لنهائيات كاس العالم بقطر 2022. يغيب الونش عن المباراه للايقاف بعد حصوله على الانذار الثاني في لقاء الذهاب بالقاهره امام محمد عبد المنعم، فيغيب بعد اصابته بكسر في الانف خلال المباراه نفسها وخضوع لجراحه عاجله بعد المباراه مباشره. تم استدعاء علي جبر وربيعه، هذا وقد استدعى كيروش الثنائي علي جبر مدافع بيراميدز ورامي ربيعه مدافع النادي الاهلي للانضمام لمعسكر الفراعنه يوم الاحد ليحل بديلين عن الثنائي محمد عبد المنعم ومحمود الونش. ورغم استدعاء الثنائي ربيعه وجبر معسكر منتخب مصر ان كيروش ينوي الدفع باحدهما فقط اساسين امام السنغال في مباراه الثلاثاء المقبل، وهو علي جبر الذي سيشارك الى جانب ياسر ابراهيم الذي قدم اداء جيدا نال استحسان كيروش في لقاء الذهاب بعد دخوله بديلا لزميله محمد عبد المنعم. ستغادر بعثه المنتخب المصري مطار القاهره في الرابعه عصر يوم الاحد، يعني تقريبا هم دلوقتي ركبوا الطياره وفي طريقهم الى العاصمه السنغاليه داكار استعدادا للقاء العوده امام نظيره السنغالي بالنهائي نهائي التصفيات المؤهلة بقطر اللي هو 2022، دي نهائيات كاس العالم، ودي هتبقى في دولة قطر الشقيقة العربية. موعد مباراة مصر والسنغال، ستقام مباراة الإياب مساء الثلاثاء المقبل 29 مارس على ملعب عرين الأسود الذي تم افتتاحه مؤخرا بالعاصمة السنغالية داكار في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة. مباراة الإياب ستنقلها قناة أون تايم سبورت المفتوحة على الهواء مباشرة من خلال استوديو تحليلي بمشاركة عدد من نجوم الكرة المصرية السابقين، هذا وقرر كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الوطني الاكتفاء بخوض الفريق تدريبا واحدا على ملعب عرين الأسد الأسود الذي يحتضن مباراته أمام نظيره السنغالي المحدد له مساء الثلاثاء المقبل في إياب الدور النهائي من التصفيات الأفريقية بقطر 2022 مؤهلة لنهائيات كأس العالم. حقيقة في المباراة الأولانية كان في الاستوديو هنا حالة من الوطنية وإحنا بنشجع، وطبعا يعني الصور الآتية ستعبر عنها، يعني نعرضها بالتوازي كده ونعلق. طبعا هنا اهتمام بالغ كان قبل الهدف وعلى طول كده كله منتبه زي ما حضراتكم شايفين كده، وإيه يعني انتباه شديد جدا. وهنا هي هجمة للسنغال، ومدام فاتن بتقول يا رب استر بطريقة المصريين الجميلة الحلوة، وادي الهدف بعد الهدف ونتيجة المباراة. وطبعا قام بالتصوير مخرجنا العبقري يا ماريو، وبنشكره على الصور دي. 1-0
وهنا بقى علامات النصر بعد المباراة والفرحة الجميلة والابتسامة، يا رب تدوم بعد المباراة إن شاء الله بعد يوم الثلاث، ونبقى فرحة أكبر وأكبر. وده حفيد مدام هايدي طبعا الجميل، وكان بيتفرج على المباراة وكان طبعا بيشجع مصر يعني. كلنا بنشجع مصر الحقيقة يعني. ربنا يكمل المشوار على خير، ويوم الثلاث كلنا هنبقى قدام شاشات التلفزيون بنشجع فريقنا القومي الفريق المصري. ارتفاع الدولار والاسعار، احنا قلنا الاسعار الاسبوع اللي فات قلنا عليها ان فعلا مجهودات الحكومه المصريه كانت باينه لغايه الاسبوع اللي فات، ما كانش فيه ارتفاع مفاجئ ولا حاجه في الاسعار بالنسبه لاسعار السلع، الى ان فوجئنا بالبنك المركزي بيخفض من قيمه الجنيه ويعلي من سعر الدولار تقريبا 2.70 جنيه، يعني بمعدل من 15 ل 17%، وعمل يعني البنوك عملت حاجه ب 18% كده علشان تزيل عبء التضخم، ودي هنفهمها برضو من الاقتصاديين والناس اللي هيشرحوا لنا يعني ايه خفض الجنيه ورفع الدولار، ويعني ايه شهاده استثمار ب 18% وليه لمده سنه، والزحامات اللي على البنوك دلوقتي، وان فعلا جابت نتيجه وان الدولار ابتدى يقل من في يومين او ثلاث ايام من 53 18 53 ل 18 25 وجاري النزول، بس هيبقى ببطء شويه. من الاستاذ الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، بنرحب بيك يا دكتور. اهلا بيك يا استاذ عادل. ربنا يخليك. خفض الجنيه ورفع الدولار، واحنا لغايه دلوقتي بنقول ان هل ده هياثر على الاسعار ويبقى في مغالاه في الاسعار، ولا لازم الحكومه تتدخل برضو لضبط السوق بالتنافسيه؟ اتفضل يا فندم، اشرح لنا الاول ايه هو يعني ايه خفض الجنيه ورفع قيمه الدولار بالنسبه للجنيه المصري. طيب نقولها بشكل بسيط عشان عارف ان انت من مدرسه تبسيط الامور. تمام. مصر اكتشفت شويه حاجات، الحرب الروسيه الاوكرانيه اثرت، اثرت، لان زي ما قلنا الروس والاوكرانيين لوحدهم بينتجوا 31.5% من انتاج القمح في العالم. واوكرانيا متحكمه باكبر دوله بتنتج هي وامريكا الذره والشعير والفول الصيني والكلام ده كله. لدرجه ان الرئيس اوكرون بيقول، ماكرون الفرنسي بيقول، ده هتعمل لنا مشكله ان هي دي الدوله اللي بتنتج الحبوب وتغذي اوروبا كلها، وبالتالي متوقع يبقى في ازمه في اوروبا. فما بالك بقى بالشرق الاوسط اللي المناخ فيه وبيعتمد على الاستيراد من الخارج. مشكله، مشكله. عشان كده انت التضخم اللي في مصر تضخم مستورد من الخارج، مش خطا حكومي او تقصير حكومي، انما الاسعار العالميه بالاضافه لسعر النفط اللي ارتفع وسعر الغاز اللي ارتفع وسعر الشحن والتامين والنقل وكل الكلام ده خلى الاسعار زادت جدا. طب الدوله تتحكم في نفسها؟ انما ما تقدرش تتحكم في القطاع الخاص. ليه؟ لان تكلفه الاستيراد بتاع القطاع الخاص زاد بلا جدال زاد، فبقى في تضخم. لازم في عرف مصرفي بيقول ايه؟ بيقول لازم معدل الفايده في البنوك يبقى اعلى من معدل التضخم السائد في المجتمع عشان الناس تحس ان قيمه مدخراتها في نهايه السنه بتزيد ما بتقلش، اللي هي القوة الشرائية. لان هو التضخم ايه؟ التضخم ابسط تعريف ليه تآكل القوة الشرائية للعملة. حلو قوي. طب في ظل الكلام ده والاسعار ارتفعت قوي والتضخم زاد، الدولة تعمل ايه؟ الدولة كان عليها حاجتين. نمرة واحد، تحاول تتحكم في مستوى الاسعار الداخلي الاول، اللي هو ايه؟ عملت ايه؟ ممنوع تصدير المواد الغذائيه للخارج. ليه؟ عشان ما يبقاش في شح، وبالتالي العرض والطلب يختلوا، المعروض مش كافي والطلب كبير فالاسعار ترتفع، فلا نعمل العكس. نبطل نستورد نصدر الكلام ده كله للخارج. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، في منافذ كبيره للشرطه والجيش. طب ما نفتحها للجمهور وندي تخفيضات من 25 ل 30%، فدي برضه خطوه مكمله. نمرة ثلاثة، العربيات المتنقلة بتاعت الجيش والشرطة تبقى موجودة في المناطق الشعبية والفقيرة علشان وبأسعار رخيصة عشان تخفض الأسعار والمواطن ما يعانيش قوي. نمرة أربعة، الاتفاق مع القطاع الخاص بالذات الهايبرز الكبيرة، نقول لهم والله أنت يهمك إيه؟ أبيع كتير.
طيب المنتج ده اللي بيعمل دعايه واعلان بيصرف كام؟ بيصرف من 22 ل 24 ل 25% دعايه واعلان. طيب ليه؟ عشان يبيع كتير. انا هديك ضمانه انك تبيع كل منتجاتك بس خفض ال 25% ديت، وبالتالي ابتدت الهايبرز الكبيره تبيع منتجات مخفضه ب 25% بشرط ان يبيع كل الانتاج، خير وبركه. فالحاجه المكمله الصرادقات. فكره الصرادقات اللي بتتعمل في كل المحافظات وتبيع برضه بتخفيض من 25 ل 30%. دي كلها اجراءات الحكومه عملتها عشان تضبط ايقاع الاسواق، ده رقم واحد. بالاضافه تسعير الخبز في القطاع الخاص والكلام ده كله، لانه كان في بعض الناس ابتدت تستغل الموقف وترفع الاسعار بشكل غير مبرر. لكن احنا برضه عايزين نخفض التضخم اللي في السوق، طب نعمل ايه؟ هو التضخم ده بيجي منين؟ التضخم ده بيجي من ان يبقى في سيوله كتيره قوي في السوق، وبالتالي طلب كبير قوي على المنتجات، وما دام في طلب كبير على المنتجات ترتفع سعرها وبالتالي يرتفع التضخم. طب ما احنا ما نخليش في سيوله كتيره في السوق، ازاي؟ نمتص السيوله من السوق، ازاي؟ ارفع سعر الفايده. ودي بدأتها امريكا، وبالتالي بدأت عدد من الدول، بس كان بربع في المية، مصر رفعت 1%، انما عملت فكرة اكثر جودة. ايه؟ شهادة ب 18% في السنة، بعد ما كانت السنة ب 6%. فبيني وبينك مغرية جدا، انا وغيري وغيري بدل ما احط ب 6% لا عايز 18%. فده خلى كتير قوي من السيولة اللي كانت في السوق تتحط في البنوك، وبالتالي سحبت السيولة من السوق، وبالتالي خليت الطلب على المنتجات اقل، وبالتالي التضخم ينخفض. فدي فكره طيبه؟ طبعا فكره طيبه. وكمان فيها ميزه ثانيه تكميليه، ايه هي؟ الدولاره. كان في ناس كتير ابتدت تقول والله الحرب الاوكرانيه و هتخلي المعروض من الدولار ينقص في الدوله نتيجه السياحه اللي بتنقص و والطلب هيزيد على العمله نتيجه ان الفاتوره اللي هتزيد بتشتري القمح بالغالي والكلام ده كله بالغالي، فمتوقع يبقى في طلب كبير على العمله. فالناس تعمل ايه؟ تدولر اموالها. يعني ايه؟ يعني تحول فلوسها المصريه الى العمله المصريه، جنيه المصري الى دولار، فيعمل ازمات اكبر ويخلق سوق سودا اكبر ومشاكل اكبر. طب ما احنا نعمل العكس. وانا مش عايز الناس برضو لما يبقى في سوق سودا، ايه العاملين المصريين في الخارج وناس كتير تعمل ايه؟ ما تحطش فلوسها في البنوك تصرفها في السوق السوداء، والسوق السوداء تمول مخدرات وارهاب وغيره. طب ما احنا نحطها في البنوك اضمن. فالدوله قالت طب ما نرفع قيمه الدولار عشان يبقى مغري، والناس كلها تحول فلوسها وتحطها في البنك، وبدل ما يعملوا عمليه الدولره يعملوا عمليه عكسيه، يبيع الدولار للبنوك، هيضرب عصفورين بحجر. اولا هياخد مقابل كده فلوس اكتر، ثانيا يحطها في البنوك في الشهادات ال 18% ويكسب اكتر واكتر. فده عشان كده في علاقه دايما بين سعر الفايده وسعر الصرف والتوظيف بينهم. فبالتالي دي كانت افكار عشان اسحب الدولارات واحطها في البنوك، والبنوك تقدر تمول خطط التنميه وتمول احتياجات الشعب المصري من السلع الغذائيه والاساسيه. وبالتالي دي كلها كانت مجموعه من الافكار عشان تخفض التضخم وتعمل نوع من انواع الهيمنه والتحكم في مستوى الاسعار السائده في السوق ويرفع المعاناه عن الناس، خاصه ان انا وحضرتك متفقين على ان الحرب الروسيه الاوكرانيه لسه شويه عليها ولسه مطوله حبتين ثلاثه، مش هتخلص في المدى القصير. تمام. هل يعني من علامات النجاح، طبعا انخفض قيمة الدولار بالنسبة للجنيه في اليومين اللي فاتوا من 18.53 الآن هو 18.25، أنا بتكلم على متوسط الصرف أو السعر أو التداول، فهل ده يعتبر علامة من علامات نجاح هذه الخطة وهذا الاستعداد وهذا الجهد اللي عملته الحكومة؟ اتفضل يا فندم. طبعا بدليل إن الدولار بينقص، والناس كلها كانت متوقعة ان يبدا ب 18.53 زي ما حضرتك قلت يوصل ل 19 19.5 و20، انما حدث العكس. ليه؟ بقى في ناس كتير قوي اتشجعت، وزي ما قلت لك اللي كان عنده دولار ومدكنه وشايله في البيت والتحويلات العاملين المصريين في الخارج و ابتدت كلها تتصب في البنوك. اول يوم لوحده البنك الاهلي جاله 168 مليون في يوم واحد دولار، والبنك المصري نفس الشيء جاله حوالي 58 59 مليون وهكذا. فابتدى يبقى في معروض اكتر، وبالتالي البنوك جالها كتير قوي، وبالتالي بقت تقدر تمول عمليات احتياجات المستثمرين للاستيراد وبالتالي المستورد طالما لقى ان البنك هيفتح له الاعتماد المستندي بالسعر ارخص، طب ارجع للسوق السوداء ليه؟ فابتدى يبقاش في سوق سوداء، وبالتالي الارقام تزيد في البنوك، وبالتالي ما دام المعروض بيزيد
منطقي، احنا بنطبق قاعده راسماليه، اي سلعه في الدنيا ما دام المعروض منها بيكتر السعر بينزل، والطلب نفس الشيء، لو الطلب بيزيد فبتبتدي تتاثر. فعشان كده بقت في اموال كتيره وضرورات كتيره جت للبنوك، عشان كده السعر ابتدى ينزل في الثلاث ايام دول من زي ما حضرتك قلت من 18.53 الى 18 متوسط 25. تمام. استاذ دكتور رشاد عبده، يعني احنا بنشكرك، بس في سؤال اخير، يعني هل الشهاده اللي هي 18% هتقلل التضخم عند بعض الناس؟ لان كل الناس ما عندهاش فلوس، يعني مش كلهم، يعني هنقول مثلا 40 مليون، طب وال 60 مليون الباقيين؟ طب لو 60 مليون، طب لو 40، يعني بغض النظر مين اللي معاه ومين اللي معاهوش، بس هي هتبقى عمليه حل جزئي، لكن الحل الكلي هيبقى عند الدوله. طب الناس اللي هي غير مقتدره تماما، هل ممكن ان الاعانه من وزاره التضامن انها تشتغل في الوقت ده برضو؟ لان 400 جنيه و500 جنيه اعتقد ان الان ليس لها محل من الاعراب، يعني اتفضل. نتفق على حاجه، التضخم مش على مستوى الافراد، التضخم بيبقى على مستوى الدوله. وما دام التضخم بينزل يعني مستوى الاسعار بينزل، يعني المواطن يقدر يجيب بنفس الفلوس سلع اكتر شويه، وبالتالي ما يعانيش. فالخطوه دي زي ما قلت لك كان هدفها امتصاص، فاللي معاه واللي يقدر واللي طمعان في الربحيه الاكبر هو يستفيد. انما الاهم مني زي ما قلت لك سحبت السيوله من السوق، وبالتالي ما بقاش في طلب كبير على المنتجات، وبالتالي الاسعار هتنزل ومعدل التضخم. لان احنا متفقين القاعده الراسماليه، تاني هقولها، ان ما دام السلعه ما عليهاش طلب سعرها بينزل، انما كلنا عايزين السلعه ومش موجوده سعرها هيطلع. فنتيجه انك بتسحب السيوله من السوق، مستوى الاسعار بينزل ومستوى التضخم بينزل، وبالتالي ده بيفيد الناس. ليه؟ عشان انا وغيرك وغيرك اللي ما عندناش ودايع، انما لما اروح اشتري سلع بقدر اشتري بالاسعار اقل، وبالتالي بقدر اجيب بنفس فلوسي كميات اكبر، وبالتالي انا استفدت. حتى لو ما عنديش ودايع، حتى لو ما عنديش ودايع، فالمجتمع كله اللي بيستفيد، وليس فئه او قطاع او اللي معاه فلوس او ما معهوش فلوس. فدي مساله المجتمع كله بيستفيد منها، وبالتالي الفكره فكره طيبه. وبالتالي هل دي خطوه طيبه وبتخدم على المواطن المصري بلا جدال؟ زي ما فكره، زي ما قلت لك، الدولار اللي نزل، وبالتالي لما بينزل بيخلي تكلفه الاستيراد اقل، وبالتالي بيخلي سعر بيع المنتجات في السوق اقل، وبالتالي ده برضه بيكون لصالح المواطن. تمام، بشكرك شكرا جزيلا استاذ دكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي بهذه المعلومات وهذا التوضيح وهذا الشرح المبسط جدا لاي مواطن انه يقدر يفهمه، يعني ايه تضخم، يعني ايه خفض الجنيه، ارتفاع الدولار، المعادله، مجهودات الحكومه باينه ازاي، كله ده اتشرح في خلال الدقائق اللي حضرتك يعني تشرفنا وشرحتها لنا. بنشكرك شكرا جزيلا يا فندم على هذه الايضاحات من خبير الاقتصادي الاستاذ الدكتور رشاد عبده، شكرا يا فندم. الحقيقه يعني هنقول كان الله في عون المصريين، كان الله في عون الحكومه كمان، لكن طبعا طمأنت رئيس الدوله، هو بيقول ان كل حاجه هتبقى موجوده، وده تصريح يعني لكل الناس، كل حاجه هتبقى موجوده، مفيش، واعملوا اللي انتوا عايزينه. وبعدين بينادي بالترشيد، بيقول انا على السفره بتاعتي كمان في ترشيد، يعني طبق واحد ما يبقاش ثلاث اربع اطباق وهكذا. والترشيد دايما مطلوب في الدول كلها على فكره، وان انا قلتها يمكن الاسبوع اللي فات، ان انا اتباهى بان انا اشتري حاجات كتيره، خلاص الزمن ده ولا وعدى، انا بقضي احتياجاتي. لكن هو الحياه متكامله، ليست سلعا فقط ولا غذاء بس ولا، لكن هي كل حاجه مع بعضها. اعتقد ان المصري دلوقتي في وعي متكامل بحيث انه يرشد، ودلوقتي التضخم ان هو يساعد الحكومه، لان الزحمه على البنوك وتسهيل عمليه الايداع في الشهادات والتحويلات وكسر الشهادات والكلام ده كله، وكل البيانات متاحه للمصريين. والحقيقه اقبال من قطع النظير، وان الدولار ينخفض في خلال يومين، يعني النتيجه تبان في خلال يومين، ده دليل على نجاح الخطة الاقتصادية اللي موجودة، ورضاء الناس حتى عن الارتفاع في الأسعار اللي هيبقى ما بين 15 ل 20، والخفض اللي بقى موجود، ان احنا كلنا واحد، والحاجات دي كلها اللي موجودة في مصر، وان الحكومة بتبذل مجهود رائع جدا. يا رب في كل المجالات نقدر نبقى كده، لكن طبعا المجال الاقتصادي مهم، لان هو بيخص الشعب كله بكل طبقاته، بكل يعني كل الفروع بتاعه المجتمع نفسه، سواء كنت غني او فقير او متوسط، الاسعار تهم الكل.
الحقيقه الاسعار بتهم الكل في كل مكان. احنا مش عايز اقول الاسعار هنا في امريكا ارتفعت ازاي، بقت اسعار مرتفعه ارتفاع جنوني، وخصوصا في سعر البنزين والغاز والحاجات دي كلها، اسعار شبه يعني صعبه قوي. ومش عايز اخضكم ان كل حاجه ارتفعت تقريبا الضعف، مش ب 10 او 15%، لكن ده هيجي عليه يوم ويقل بالحرب. الحرب طبعا يعني تصريحات لغايه دلوقتي ان في اطاله لزمن الحرب، لان مفيش تغيير في السياسات الروسيه غير العناد، وبقول العناد لان مفيش حاجه بتهددها، ممكن تكون بتهدد النظام، ممكن تكون بتهدد الديكتاتوريه، لكن يعني اللي حصل في المانيا بعد هدم المانيا في الحرب العالميه الثانيه، هل المجتمع الدولي تحدى المانيا؟ المانيا ما قامتش تاني وبقت من اقوى الاقتصاديات اللي موجوده في اوروبا، وايد مش الناتو، ايد كل الدول ممدوده لروسيا وبتقول لها يعني اللي بيحصل ده حاجه فوق، يعني فوق الخيال، ان بتتخانقوا مع اشقائكم واولاد عمومتكم. اوكرانيا، اوكرانيا دي كانت جزء من الاتحاد السوفيتي، والمناظر اللي احنا بنشوفها دي صعبه جدا. انا هجيب بس اطاله زمن الحرب من بايدن وهو في بولندا وهو بيقولها، لان معنى ان الرئيس الامريكي يروح على حدود اوكرانيا مع اوروبا ويوجه الكلام بتاعه كمان لبعض المهجرين او الاوكران، وبيقول لهم هو زمن الحرب هيطول لكن روسيا لن تنتصر في اوكرانيا، وده وعد من كل الدول، ده كل العالم بيقول كده، لان لو روسيا انتصرت على اوكرانيا معناها ان طرد الشعب الاوكراني من مكانه. يعني مفيش حد في الدنيا يكون عاقل ويتخيل ان دولة تخش على دولة تطردها من مكانها ويبقى ده انتصار، ده هزيمة لكل المجتمع العالمي. نشوف تصريح بايدن كده في بوابة الأهرام وهو بيقول إطالة زمن الحرب. أول مقالة نقراها مع بعض، إطالة زمن الحرب مع بايدن وتصريحه من بولندا، وهنشوف روسيا برضو بتعمل إيه وردا على هذه التصريحات، لأن كان في تبادل كده للتصريحات سريعة كان من البيت الأبيض والكريملين، وهنقولهم كلهم وده معناه إيه. يعني بايدن بيعلن ان زمن الحرب لن ينتهي قريبا، وان في اطاله لزمن الحرب، وده اعلنه من خلال مؤتمر صحفي كان عامله في بولندا بمناسبه اجتماع السبع دول الصناعيه الكبرى، طبعا مش من بينهم روسيا. يعني وده للاسف يعني صعب قوي، يعني نعرضها مع بعض ونشوفها بيقول ايه ليه اطاله زمن الحرب. الحرب الروسيه الاوكرانيه، بايدن يجب ان نستعد لصراع طويل الامد، وده كان بتاريخ امبارح. قال الرئيس الامريكي انه يجب ان نستعد لصراع طويل الامد، في اشاره منه الى الحرب الروسيه الاوكرانيه وفقا لقناه العربيه. تجدر الاشاره الى ان بايدن زار بولندا والتقى اللاجئين قرب الحدود الاوكرانيه البولنديه، حيث اكد الرئيس البولندي انجي دودا ان وجود الرئيس الامريكي جو بايدن في وارسو يعزز من الروابط بين البلدين، وانها مهمه بالنسبه لممثلي دوائر الاعمال الامريكيه الشعور بالامان من خلال الزيارة. بولندا ليها حدود مع أوكرانيا، والرئيس الأمريكي في بولندا وبيعمل مؤتمر صحفي مع رجال الأعمال. رجال الأعمال يعني يعني اقتصاد حر. يعني ايه اقتصاد حر؟ يعني حرية سياسية، يعني نظام أوروبي، النظام الناجح، مش النظام القمع والنزول إلى القاع ونحفر في القاع زي ما هو موجود في روسيا. والآن الشعب الروسي بيعاني، وبيعاني من ايه؟ وكان اللي ممكن يكسبه بالسياسة اكتر بكتير من اللي كسبه في الحرب، وسياسة الارض المحروقة اللي هو بيتبعها، ودي بيعلن عنها عمدة ماريبول من اوكرانيا. نشوفه بيقول ايه في المقال ده، وبيقول ان تقريبا ان البلد اتحرقت، يعني حاجة صعبة، ويمكن باين في الصورة المصاحبة للخبر. نشوف مع بعض عمدة ماريبول بيقول ايه عن دمار اوكرانيا. شايفين حضراتكم الصورة؟ مش ممكن حد يتخيل ان يعني هجوم على اهداف مدنية بهذا الشكل. يعني دي مدينة ماريبول الاوكرانية، دي صورة منها. يعني اتهم فاديم بوتشينيكو عمدة مدينة ماريبول الاوكرانية روسيا بالسعي لمحو المدينة الساحلية من على وجه الارض. سياسة الارض المحروقة اهي، يعني معناها فشل عسكري،
ما هو معنى انك انت تفرض رايك بالقوه، ماشي، انما تحرق الارض وتطرد الناس وتاخد الارض خاويه وتعلن انتصار، دي سياسه اسمها سياسه الارض المحروقه، ودي اسمها دي جريمه حرب في حد ذاتها يعني. وفي حوار مع وكاله المعلومات المستقله الاوكرانيه، اتهم القوات الروسيه باتخاذ اجراءات قاسيه ضد جميع سكان المدينه التي تضررت بشده حتى الان، بما في ذلك من ذوي العرقية الروسية، يعني حتى لو كان من ذوي العرقية الروسية اللي موجودين في المدينة برضو تأذوا مع المأذيين. قال لا، ده انت بتحارب نفسك يعني، انت في ما فيش حد يعني يعمل كده الا اذا كان في حالة هستيريا يعني. وقال بتشينيكو ليسوا مكلفين بحماية اي شخص، ومهمتهم هي ببساطة هي محو المدينة من على وجه الارض بما في ذلك سكانها. وقال العمدة ان علم اوكرانيا الازرق والاصفر لا يزال يرفرف فوق ماريبول، لا تزال مدينة اوكرانية. نرفع كمان مضيفا ان جنودنا يبذلون قصارى جهدهم لضمان استمرار هذا الامر في المستقبل. ومع ذلك قال العمدة أن بعض أجزاء المدينة هي بالفعل تحت السيطرة الروسية، موضحا المدينة محاصرة، الحلقة تزداد إحكاما، يعني بيزودوا الحصار بعدد قوات أكثر من الجيش الروسي. وقال عن مستقبل المدينة، الزمن سيخبرنا بذلك، رافضا التعليق على مستقبل المدينة أو احتمال القوات الأوكرانية بتحريرها. وقالت السلطة تحريرها يعني إيه؟ تحريرها لو كان الناس اللي جوه دول طالبين إنها تتحرر، الناس اللي جوه دول بيدافعوا عنها، يعني حاجات كده صعبة قوي بتتقال من الطرف ده والطرف ده، تقريبا العكس تماما يعني. قالت السلطات في ماريوبول مؤخرا ان 2187 مدنيين قتلوا حتى الان في الحرب المستمرة منذ اكثر من شهر. وقال بتشنيكو دون الخوض في التفاصيل استطيع ان اقول ان الرقم الان اعلى بكثير. ماريوبول مدينة ساحلية، مدينة رائعة بتدمر بالكامل. احنا شفنا الحرب دي في مصر سنة 56 لما جم علشان يستعيدوا قناة السويس بعد قرارها في 56، عملوا ايه؟ المحافظات بورسعيد دمرت بالكامل، والاسماعيلية والسويس تقريبا دمار شبه شامل، وكان في تهجير وقتها، وطبعا يعني في 67 كان برضو نفس الوقت. فالحروب دايما في دمار للمدن، وعشان المدنيين يهربوا ما يبقاش الاهداف مدنيه، بس ده انت محوطها. والمدنيين اللي مشوا، طب والمدنيين اللي ماتوا؟ انت بتحوط يعني، انت لو بتضرب بالطيران تقول ماشي، انت بتخوف، بتضرب على الاطراف الاول وبعدين ايه؟ تخلي المدنيين يمشوا وبعدين تدمر المباني، يبقى دمرت البنيه التحتيه للمدينه على اساس انك انت تحولها الى أرض محروقة لأنها بجانب المشروع اللي أنت عايز تحتله أو غيره، ده عسكريا يعني. أيا كان هذا، حتى الفرد ده صح أو غلط أو إنه لا يجرم دولي، لكن الآن روسيا ما عندهاش حل، حتى لو احتلت الأرض فاضية هتعمل إيه؟ وهتبنيها إزاي؟ وهتجيب ناس منين؟ ده في إجبار لبعض الناس إنها تروح ناحية روسيا. طب أنت مش هتخليها برضه في روسيا، هتلاقيها برضه بتلتف وتروح ناحية بولندا ورومانيا وبتاع، وهتهجر روسيا لان هي رافضه اساسا انها تبقى في روسيا. وانا مش فاهم يعني انت كل ده مستني ايه علشان تعلن حكومه مواليه لروسيا؟ ما عندكش، هو انت ما عندكش اساسا، ما فيش حد يعني، حتى في الجمهوريتين انت بتعلن بالسلاح، ويمكن ما اعرفش جايب شخصيات روسيه بيدعوا ان هم ليهم اصول اوكرانيه في الدولتين اللي عايز تعلنهم على الحدود الروسيه. الحقيقة بايدن برضو تسرع في التدخل في النظام الروسي، ولو ان ده يمكن تبقى معلومة مخابراتية شوية، انا لا ادين احد ولا اكون مع التصريح، لكن هو يعني نخلينا عقلانيين شوية في ادارة الامور. لما رئيس الدولة يطلع ويقول ان على روسيا ان بوتين لا يستمر في السلطة، انت لا يعني انت ما عندكش السلطة دي دلوقتي انك تشيله من السلطة او تخليه في السلطة، لأن ده شعب هو اللي يقرر المصير، هو الشعب الروسي، وده كان الرد فعلا. فناخد بايدن بيقول بوتين لا يمكنه الاستمرار في السلطة والتأكيد على الخبر، زي ما حضراتكم كده في المؤتمر اللي قاله، ونشوف هو قال ايه بالظبط يعني، يعني ايه الترجمة الصحيحة للي قاله بايدن. بايدن وبوتين طبعا الصورة زي ما حضراتكم شايفين كده، و وحاجات متجهمة، هو ده الصراع الحقيقي اللي هو بين أمريكا وبين روسيا، مش أوكرانيا يا أوكرانيا
تقريبا حرب من اجل البقاء في الجانب الصحيح اللي هي اختارته قبل كده، اللي هو الجانب الاوروبي العلماني الحر، الاقتصاد الحر، السياسه الحره، الحياه الحره، ودي حياه كريمه وكل الاوروبيين بيسعدوا بيها، وكل اللي بيوصل الى هناك بيستمتع بهذه الحياه. وهذا النظام العلماني الشديد الحرص على قدسيه الانسان نفسه، ودي حاجه يعني كلنا بنشوفها في أوروبا وأمريكا، حاجة حق من حقوق الإنسان، لا يمكن أنه اللي يدوق الحرية دي لا يمكن أنه يرجع للقمع والحاجات التانية دي أبدا، حتى لو فلاديمير بوتين اداهم مال روسيا كله. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اللي هو في يوم السبت يعني أنه لا يمكن للرئيس الروسي فلاديمير بوتين البقاء في السلطة، ودي الحقيقة مش من حقه يصرح بيها. يعني أنا يعني ده يعني استعلاء على السلطة في روسيا، وان ده رئيس منتخب انت لازم تحترم الارادة، سواء هم عايزينه ديكتاتور ولا مش عايزينه، انت بتعرض يعني حاجة كده. انما تهاجم السلطة وتهاجم نظام معين انت يعني بيعتبروا الناس هو الموازي للنظام الامريكي او رقم واحد مع النظام الامريكي او حتى رقم اتنين، فلا يصح ابدا ان انا اهاجم النظام السياسي. وعشان كده هقول للبيت الابيض عمل ايه بعد كده. اضاف بايدن ان بوتين يعيد روسيا الى القرن التاسع عشر، ممكن تقولها لكن مالكش دعوه تقول انه يستمر او ما يستمرش. بحسب مقتطفات من تصريحات الرئيس الامريكي بثتها وكاله بلومبرج للانباء وتابع جميع الديمقراطيات في العالم تتحمل المسؤوليه تجاه اللاجئين، وقال بايدن في وارسو اللي هي عاصمه بولندا: نحن نقف معكم، مضيفا ان روسيا تحاول سحق الديمقراطيه في بلدها وتعرض جيرانها للخطر ايضا. فدي برضو يعني الحاجات اللي هي ممكن تدين بايدن انه بيتدخل في سياسات والانظمه الاخرين، لكن هو ممكن يقول كل حاجه الا موضوع ان بوتين يستمر او ما يستمرش، ده قرار يهم الشعب الروسي سواء يستمر او لا يستمر. معانا على الهاتف الاستاذ المحامي المستشار استاذ ممدوح نخله. مساء الخير يا فندم. مساء النور، يا مرحب بيك. ربنا يخليك. هو طبعا يعني السؤال الرئيسي عن قوانين الاحوال الشخصيه في مصر، يعني ايه اتفاق 90% من الطوائف، لكن قبليها الحرب الامريكيه الاوكرانيه وصل لحضرتك ازاي كمواطن عايش في امريكا؟ اتفضل يا فندم. الحقيقه طبعا احنا تاثرنا بصوره غير مباشره نتيجه هذه الحرب، لا سيما ان امريكا تعتمد على اكثر من 40% من صادرات النفط او واردات النفط من روسيا. فبالفعل شاهدنا كثيرا زي باقي المواطنين اللي عايشين في امريكا ارتفاع غير طبيعي في اسعار البنزين والمحروقات بصفه عامه نتيجه هذه الحرب، واذا استمرت اكثر من ذلك فبلا شك سوف يزداد اكثر من ذلك الاسعار، وسوف يعني نصل الى مرحله حقيقه شديده الخطوره، لا سيما في حالة عدم ارتفاع الأجور، وبالتالي فإن هناك زيادة كبيرة في الأسعار، أسعار النقل طبعا نتيجة لأسعار الوقود لا تتبعها زيادة في الأجور، مما يجعل المواطن الأمريكي يعاني شأن باقي المواطنين الشرق الأوسط. ده باختصار يعني شديد نقدر نقول يعني. تمام. هل إطالة زمن الحرب كما أعلن بايدن في بولندا ووارسو ده نتيجة التعنت الروسي ولا نتيجة ان الاوروبيين والامريكان مش عايزين يتفاوضوا مع واحد عايز يفرض رأيه بالحرب؟ يعني هي برضو فرض الرأي بالحرب فتعتبر جبن وتخاذل، في نفس الوقت مش عايزين يقدموا اي تنازلات للروس على اساس يعلنوا انتصار هو غير صحيح تماما، لكن السياسة هنا محكها اللي بيدفع ثمنها الاوكران نفسهم والشعب الاوروبي الملاصق لروسيا، من ان هو خايف برضو ان روسيا تعمل معاهم كده. ده حقيقي صح حضرتك، يعني اجبت اكثر من 90% من السؤال. الحرب بالفعل نتيجه يعني تعنت روسيا من ناحيه، ومن ناحيه اخرى ايضا ان الاوروبيين ايضا ليس لديهم المرونه الكافيه في مثل هذه الاجواء. يعني نحن تعلمنا في الامم المتحده في اجراءات التفاوض لا سيما في اوقات الحروب والنزاعات ان الكل لابد ان يرفع سقف مطالبه، فحين ياتي التفاوض نستطيع ان نصل الى نقطه في المنتصف، ولكن غلق التفاوض بصفه عامه ده شيء غير مقبول على السياسه الدوليه وعلى الصعيد الدولي. لابد من مرونه الاوروبيين من ناحيه،
ولابد ايضا من بوتين ان يهدئ من روع خطابه ومن تهديد المستمر لاوكرانيا. تمام استاذ ممدوح، نرجع بقى للسؤال الاساسي وهو خلاص اكتمل تقريبا قانون الاحوال الشخصيه لغير المسلمين في مصر، وان الطوائف المسيحيه في مصر طبعا متمثله في الطوائف الرئيسيه اللي هي الارثوذكسيه والكاثوليكيه والانجيليه، متمثله في كنائس الاصلاح والبروتستان، اتفقوا على 90%. يعني ايه معناه 90%؟ وهل ال 10% هيبقى فيه خلاف يلجأ الى الماده الثانيه من الدستور هتتحكم في هذه القضايا؟ وهل ده يعتبر ان في شيء من يعني ده كل ده تحت مبنى يعني الحقوق الانسانيه لي او الحقوق الشرعيه او الحقوق لغير المسلمين؟ عايزين نفهمها. هل هيبقى في قانونين؟ هيبقى في ازدواج تشريعي؟ هيبقى في حاجات برضو في الوراثه والحاجات دي كلها هتبقى غير اللي بتقدم في المحاكم الثانيه؟ يعني عايزين نفهمه برضو ببساطه، يعني علشان انت عارف يعني تعقيد الامور والنص نفسه لا يحمل معنى الا لمن يفهموه زي المحامين والمستشارين، لكن انا عايز اخفض مستوى الفهم للناس البسطاء العاديين بحيث انهم يفهموا، لان القوانين دي هتمسهم وهتمس حياتهم. اتفضل يا فندم. طب انا مش هتكلم بشكل اكاديمي زي ما حضرتك تفضلت، يعني اخلي لغه خطابي برضو يعني مبسطه للجمهور العادي الغير متخصص. تمام. بلا شك ان في مصر منذ سنه 1955 وحتى الان، منذ ان صدر قانون توحيد الغاء المحاكم المليه والمحاكم الشرعيه وتوحيد المحاكم، والغيت كافه المحاكم المليه التي كانت لها الفضل في اصدار حقيقه العديد من الاحكام لصالح الطوائف، كل طائفة كان لها محكمة ملية، ولكن لغاية هذه المحاكم كلية مع بقاء التشريعات موجودة، يعني المحاكم اتلغت لكن القوانين كانت موجودة. كل طائفة في مصر كان يحكمها قانون. كان الأقباط قانون، الأقباط الزوكس، الرومر الزوكس، في الناحية الأخرى أيضا الأرمن الأرثوذكس. في الناحية الأخرى كان الكاثوليك لهم 7 طوائف، نفس الحكاية أقباط وروم وأرمن وسريان وكلدان وموارنة. ثم تاتي طائفه الانجليين وكانوا 18 طائفه لكن توحدوا تحت طائفه واحده وسميت بالطائفه الانجليه المشيخيه. كل هذه القوانين لا زالت حتى هذه اللحظه معمول بها، ولكن امام محكمه واحده هي المحاكم الوطنيه. النهارده القانون الجديد بيوحد هذه القوانين تبقى قانون واحد وفي نفس الوقت تنظره محكمه واحده بدل من ما كانت عده قوانين متناسله. اذا اتفق بكافه الطوائف على القانون الجديد فده يحل مشكله كبيره، سواء في ناحيه الزواج والطلاق وما يتعلق بهم من اثار، مثل حق الرؤيه وحق التبني وحق بتاع دوت الحضانه وحق النفقه للصغار ونفقه الزوجيه وما الى ذلك. اما اذا لم تتفق الطوائف على هذه التفصيلات فللاسف الشديد سوف نعود الى القانون العام. القانون العام هنا هو يحكم الشريعه الاسلاميه، والشريعه الاسلاميه طبعا بلا شك تتعارض بقدر كبير مع هذه التشريعات الطائفية في كثير من النصوص، لعل أبرزها مسألة الميراث، مسألة التبني التي لا تعترف مطلقا الشريعة الإسلامية بالتبني، بينما كل الطوائف المسيحية تعترف بالتبني. وبالتالي ما لم تتفق الطوائف المسيحية اللي أنا قلت لحضرتك، الأربع طوائف خاصة بالأرثوذكس والسبع خاصة بالكاثوليك وطائفة واحدة للبروتستانت، هذه الطوائف ما لم تتفق على قانون واحد فبالتالي سوف يؤدي بالفعل الى تطبيق الشريعه الاسلاميه في بعض النواحي المختلف عليها. تمام. سياده المستشار معانا؟ ايوه معانا حضرتك، انا خلاص يعني كده اختصرت الكلام يعني. تمام. هل هنا معناها ان ده استعداد ل يعني اقول ان ايه؟ تمهيد لحاجه اسمها القانون المدني هو اللي يحكم في الاخر، او ان الشريعه هنا بالماده الثالثه من الدستور هيبقى ليس لها محل من الاعراب في وجود الخلافات؟ يعني في وجود الخلاف المفروض نلجا لقانون مدني، ما نلجاش ليه شريعه او شرع تاني، لان ده في حد ذاته مش من حقوق الانسان. يعني يتطبق عليا الشرع ده طالما مش متفقين، يتطبق عليا شرع تاني؟ ما هو ده برضو يعني حاجه في التشريع لن يقبلها الافراد المتضررين، وده اللي احنا بنشوفه على السوشيال ميديا من الخلافات بين الافراد وبين الكنائس. ده حقيقي.
لكن انا بتكلم، بص حضرتك بتتكلم طبعا كلام من الناحيه النظريه سليم، ولكن من الناحيه الواقعيه ومنذ يناير 55 وحتى هذه اللحظه التي نتحدث فيها اطوال هذه الستين سنه الماضيه، كل اي اختلاف بين فردين او بين مدعى ومدعى عليه، احدهما مختلف مع الاخر في الطائفه والمله، يعني مثلا ممكن الاثنين يتفقوا انهم ارثوذكس، ولكن واحد اقباط ارثوذكس والثاني من الروم او من السوريين ارثوذكس، اذا اختلف امام المحاكم طبقت احكام الشرع الاسلامي. لا يوجد هناك قانون مدني لحل نزاع بين طرفين مختلفتين طالما انه يمس جوهر الاحوال الشخصيه حتى هذه اللحظه التي نتحدث فيها. تمام. فما لم يصدر قانون مدني موحد سوف نحتكم الى احكام الشريعه الاسلاميه دوت ايه طبقا للمذهب المرجح في ابو حنيفه، لان القانون ده ما اتلغاش ليه؟ لو قانون 1 سنه 55 هذا القانون لم يلغ بعد، اللي هو 455 سنه 55. هذا القانون بينص يعني صراحه في حاله اختلاف الخصوم في المله او الطائفه تطبق ارجح الاقوال في مذهب ابو حنيفه. فهنا طبعا هذا الماده لم تلغى بعد، فبالتالي يظل الامر محتكم الى احكام الشريعه الاسلاميه الى ان يلغى هذه الماده ويطبق قانون مدني اخر يحل النزاع بين الطوائف مختلفه المله والطائفه. تمام. هل اتفاق ال 90% يحل المشاكل كلها بتاعت احوال الزواج والطلاق والميراث والحاجات دي، ولا حضرتك متخصص شايف ان هو غير كافي؟ لا بلا شك طبعا 90% يحل 90% من المشاكل ايضا. لكن طالما هناك نقاط خلاف واثيرت هذه النقاط امام المحكمه، على سبيل المثال مثلا هناك طائفه مثلا السوريان الارثوذكس وطائفه الروم الارثوذكس، وقد قابلت يعني الكثير منهم الحقيقه في بعض المؤتمرات متحفظين على بعض مواد الطلاق في القانون الجديد. تمام. فاذا حدث نزاع بين مثلا زوجه من الروم الارثوذكس او من السنه الارثوذكس تزوج بقبطي ارثوذكسي وحصل بينهما نزاع في مساله ما ولجا الزوج او الزوجه الى المحكمه، في هذه الحاله كل منهما سوف يتمسك بنقاط الخلاف الموجوده في قانونه، لان لا يوجد حتى هذه اللحظه قلنا طالما ما فيش قانون يجب كل هذه الخلافات، يعني اذا افترضنا مثلا ان السوريان او الروم تحفظ على ماده ما وقال انه لا يوافق عليها وفي حاله النزاع يلجا الى القانون الخاص، نحن هنا امام تنازع تشريعي. احدهما يتمسك بالنص الموجود في القانون الحديث والاخر يتمسك بالنص الموجود في عقيدتي او طائفتي. في هذه الحاله ربما تطبق هنا احكام الشريعه الاسلاميه لان الطرفين اختلفا حول هذه الماده وكل منهما له اسانيده. فبالتالي نحن نطلب يعني قانون يعني يتفق عليه الاشخاص في جميع مواده. وبالتالي إذا ما تم هذا، وهذا أنا في اعتقادي أنه يعني سيحل سريعا أو على الأقل سيحل في الوقت القريب العاجل، لأن حتى إذا يعني الخلاف بين الطوائف هو خلاف قليل وبسيط لا يصل إلى مرحلة الخلاف مع مثلا أحكام الشريعة الإسلامية التي مثلا تبيح التعدد مثلا للأزواج. وحدث يعني في هذه مش كلام نظري، حدث مرة أحد الأزواج المسيحيين تزوج بأكثر من واحدة واحتكم الأحكام الشريعة الإسلامية. يعني لو مسيحي حب يعدد الزوجات يقدر يعملها في ظل القانون الحالي؟ شوف اقول لحضرتك مفيش نص يعاقبه، مفيش عقاب، يعني مفيش عقاب جنائي، حتى ان حصل على بطلان زواج الزوج الثاني كان باطلا لارتباطه بزوجه اولى، ولكن مفيش نص يعاقبه اذا جمع بها بينهم، لان هنا مفيش عقوبه لمن يعدد زوجات، مفيش جريمه اسمها تعدد ازواج في مصر. طب ليه لما بيطلق ما بيطلقش تبع الشريعه رغم ان الخلاف هنا حاد لازم وافقه الكنيسه على الطلاق، او ده قانون مستحدث مش عارف، او ده حاجه جديده خالص يعني؟ هو حاليا يعني جت الحقيقه التشريع الجديد ما لم يعني يتم اصداره، لسه حتى الان هناك مناقشات طويله، يعني منذ 78 وحتى هذه اللحظه اللي نتحدث فيها ما يقرب من 42 سنه، ونحن ايضا لم نصل الى نقاط اتفاق بين جميع الطوائف ال 11 الذي ذكرتها لحضرتك الاربع اسلوب. ده لو الكنيسه طرف في العقد، اما لو الدوله هي اللي عملت العقد بين مثلا مصري واجنبيه وتم الطلاق في الخارج، الكنيسه بتقول انا ما اعرفش عنهم حاجه، انا ما عملتش العقد، وفي نفس الوقت في المحكمه بيقولوا لا لازم تيجي موافقه الكنيسه في الطلاق، فتبقى هنا في حزبيص، يعمل ايه الراجل ده؟ هنا بقى نرجع صحيح كلام حضرتك يعني برضه منطقي، لربما تثار هذه المساله.
هنا بنرجع برضه هنا للاصل في حال التنازع التشريعات. القانون برضه حلها، القانون المدني حلها يعني اللي حصل سنة تشريع، ان القاضي بيلجا الى القانون القاضي. يعني مثلا لو قلنا مثلا فرنسي تزوج بامريكيه على الارض الالمانيه، فأي قانون واجب التطبيق؟ هل قانون المانيا عشان على الارض الالمانيه، ولا قانون فرنسا قانون الزوجه، ولا قانون امريكا قانون الزوج؟ فهنا القاضي بيطبق، حصل هنا نزاع بيطبق قانون القاضي نفسه، وبيطبق قانون على تنازع هذه التشريعات. ففي الحاله دي قانون القاضي هنا هيلجا الى القانون المدني او الى احكام الشريعه الاسلاميه، طالما لم تحل هذه المساله بحل حاسم. بمعنى لابد ان يكون يعني لابد ان ينص في القانون بحظر تطبيق الشريعه الاسلاميه مثلا على متحد على الطائفه، حتى لو مختلف المله والطائفه، يعني حتى لو غير مختلف، مش مهم الطائفه ايه، طالما انه مسيحي بغض النظر عن طائفته يطبق عليه قانون الاحوال الشخصيه الموحد. وبالتالي ده تحل، مش 90% تحل النزاع كله، 100% من النزاع، لان ما مش هيقدر احد الخصوم ان يطالب بتطبيق ماده اخرى او يطبق بتطبيق ماده خارج القانون. ايوه يعني اذا تم اقرار القانون بهذه الصيغه بان تطبق هذه الاحكام القانون على جميع المسيحيين بغض النظر عن اختلاف ملههم وطائفتهم، وحتى في وجود نزاع يطبق هذا القانون، في الحاله دي هتحل 100% من المشاكل. تمام. اغلب يعني المهاجرين، ونقول عددهم يعني باقل تقدير من المسيحيين 3 مليون، 3 مليون باحكام الدول المدنيه، كان سواء كانوا في استراليا او في كندا او في اوروبا او في اي دوله بتؤمن بالحكم المدني والزواج المدني، فدول هل يعتبروا خارج المنظومه الكنسيه في الزواج والطلاق، ولا هم يعني مش عارف حكمهم ايه يعني؟ اتفضل يا فندم. سؤال كويس. لو هم عايشين في الاراضي بتاعتهم يعني خارج مصر، هنا طبعا هيتم الاحتكام الى قانون اللي هم عايشين طبقا البلد اللي عايشين فيه. بالظبط. ده شيء يعني هيكون اسهل اولا ومنطقي اكثر، ومن ناحية قانونية ايضا سيطبق. ولكن اذا احتكم الى القانون المصري، هم نزلوا مصر مثلا اثنين امريكان او ايا كانت جنسيتهم، ونزلوا مصر واتجوزوا طبقا للقانون الامريكي، في الحاله ديت هنا من حقهم هم يطبقوا شريعه العقد. ان هم طبعا يطبقوا قانون الاحوال الشخصيه للمسيحيين او لاقباط ارثوذكس، كانوا اقباط ارثوذكس مثلا يعني. لكن طالما ان وجودهم خارج الاراضي المصريه، فهنا طبعا اكيد يحكم القانون المدني. تمام. طب هنا مش يبقى في ازدواجيه في التشريع؟ يعني انا هقول ان انا مصري، يعني واحد بفرض ان هو مصري، مثال مش عليا انا يعني، بعد الشر عليا يعني، المصري ده متزوج من مصريه والاثنين حاصلين على الجنسيه الامريكيه، فتزوجوا بالنظام الامريكي وطلقوا بالنظام الامريكي، رجعوا مصر عايز يتزوج زواج تاني، وهي عايزه تتزوج زواج تاني في مصر مش في امريكا، في امريكا محلوله مفيش مشكله، لكن في مصر هتبقى انه لازم يجيب تصريح من الكنيسه او انه يثبت الطلاق في المحكمه، وبرضه هيجيب موافقه من الكنيسه. الحل هيبقى ايه؟ يعني هيبقى عدم قبوله مره تانية في المجتمع المصري، ولا هو طرد مره تانية، ولا تهجير، يعني يقول له روح بلدك بقى اتصرف زي ما انت اتصرفت زي زمان، ولا يعني الحل ايه؟ يعني الحل المنطقي، يعني مش عايز القانون طبعا مش في صفه، وان هو برضه هيعاني، لكن هو الحل المنطقي ده ما وصلتش المشاكل دي للناس المهتمه بمشاكل الحياه الاسريه اللي موجوده للناس دي، وخصوصا انا بقول 3 مليون ما هوش رقم قليل. اتفضل. طبعا الجرائم دي الحقيقه هي سهله، يعني الكنيسه تتساهل في المتزوجين خارج مصر. تتساهل كثيرا، بمعنى اذا كان مثلا اثنين مصريين تزوجا طبقا للقانون المدني الامريكي وتم طلاقهم وارادوا الزواج مره اخرى، هنا الكنيسه بتعطيهم تصريح زواج وتتساهل كثيرا. ليه؟ لانهم يملكوا الزواج خارج الكنيسه ايضا وبسهوله. فبالتالي الكنيسه تتساهل كثيرا في المتزوجين خارج الاراضي المصريه. نعم. وبالتالي يستحق لهم الحصول على تصريح زواج اخر والزواج داخل مصر بسهوله اكثر مما لو كانوا اقباط يعيشون داخل مصر وتم طلاقهم داخل مصر. فبالتالي هنا يطلب منهم بالفعل تصريح للزواج الثاني، وده يقابل عقبات كثيره، لعل اهمها هي هل الطلاق تم طبقا لاحكام الانجيل من عدمه؟ وبالتالي سيواجه مشكله كبيره.
هو هنا في امريكا يعني حتى لو اتجوزوا في مصر يا استاذ ممدوح، يعني هو لو اتجوزوا في مصر وجم هنا واتطلقوا هنا الطلاق يعني بكلمه، واي حد يروح سواء الست او الراجل يعني. الناس مش متخيله الوضع سهل قد ايه في الدول دي يعني. ان العمليه تبقى سهله قوي كده لا، لكن لما يجي يرد تاني في مصر هو متزوج مصري يعني على القانون والشريعه المسيحيه في مصر او القانون الكنسي، وبعدين جه في امريكا واعتمد هذا الزواج وخدوا الجنسيه ومثلا يعني طلقوا في امريكا ورجع تاني علشان يتجوز في مصر، فبتبقى في مشكله برضه. صحيح، هنا هتواجهوا مشكله كبيره، كلامك صحيح طبعا، هتواجهوا مشكله كبيره كبيره، لانه تزوج طبقا للعقد لاقباط الزوج، فشريعه العقد هي اللي تحكمه، وبالتالي اذا تم الطلاق على خلاف الانجيل هنا طبعا لابد انه يعني هيجد صعوبه في الحصول على الزواج مره اخرى، دي حقيقه. لكن انا بتكلم على اقباط تزوجوا طبقا للقانون الامريكي وطلقوا طبقا للقانون الامريكي. في هذه الحاله فيكون حصولهم يعني اسهل بكثير مما لو كانوا تزوجوا اقباط وطلقوا خارج نطاق الكنيسه. هل التبني يمنح الجنسيه؟ يعني انا يعني مثلا لو اسره مصريه تبنت طفل امريكي واديت له التبني، طبعا مسموح هنا في امريكا يعني مفيش مشكله، نعم. هل ممكن يديله الجنسيه المصريه؟ التبني يعطي في لا يعني من غير اي تفكير لا. ليه؟ التبني محظوظ بنص القانون، ويحظر التبني ده في نص قانون في الاحوال الشخصيه، نص صريح وواضح ما فيهوش لبس، ما فيهوش غموض ان ممكن واحد يفسره باه ولا لا، يعني هو خلاص في حظر التبني من اول الدستور حتى كافه التشريعات الاخرى، يعني هناك حظر سواء حظر تشريعي او حظر قضائي او حظر من العرف المستمد من القانون على مدار السنوات الطويله. فبالتالي ما فيهاش كلام، لكن طبعا التبني الامريكي هو سهل، يعني يجوز المصري ان يحصل على الجنسيه الامريكيه اذا تبناه مواطن امريكي. لكن عكس لا، ما يقدرش ان هو يحصل على الجنسيه المصريه ولا يقدرش ياخد اسم ابوه، يعني ما يقدرش ان هو ينسبه له. واقصى ما فيها ان هو يقول انا بكسله، يعني مثلا لو سين مثلا وابوس بصاد ما اقدرش اخد سين صاد، هيبقى سين بس والاسم الاب اسم اخر، والاب دوت يكفل الابن الى ان يكبر ويتربى ويتزوج، ولكن لا يرثه، لا يحمل اسمه، لا يحمل بطاقه شخصيه فيها بتاع ده، لا ينتمي الى القيد العائلي، وبالتالي يعني يعتبر هو شخص غريب عن العائله. ما هو القانون الامثل اللي ممكن نطالب بيه كرجل قانون لحل مشاكل الاحوال الشخصيه ولو بنسبه تتعدى 90%؟ لان احنا نحلم بكده يعني، ما يبقاش في مشاكل. هل بتدخل الدوله؟ هل بالتنازل من بعض الطوائف سواء المسيحيه او الاسلاميه او غيره؟ ولا هو المجتمع وتقبل المجتمع والتعايش مع هذه القوانين برضو بيحد من تطور وتطور القوانين لحل المشاكل الاسريه؟ يعني هي 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 تمني وامل لرجل قانون انه يحل الازمه نفسها. من الاستاذ ممدوح نخل، اتفضل يا فندم. هقول لحضرتك الامر سهل على فكره وغير معقد، يعني يجوز ان اذا صدر قانون الاحوال الشخصيه الموحد ده يحل اكثر من 90% من المشاكل بالفعل اكثر، ولكن يجوز لان ينص في هذا القانون على انه في حاله وجود خلاف بين طائفتين مختلفتين مثلا يعني، او في حاله وجود ماده تتعارض مع احكام الشريعه الاسلاميه يطبق هنا احكام القانون المدني. تمام. يطبق هنا على الجميع المصريين بغض النظر عن دياناتهم او طوائفهم. دي هتحل 100% من المشاكل. طبعا. يعني بالتالي يعني ممكن طبعا لابد ان يحدث تنازل من الكنيسه عن بعض يعني التمسكات الموروثات القديمه يعني. اللي هي مثلا مش من الكنيسه يعني بس، من الكنيسه والمسجد يعني. نعم، احنا بنتكلم على حرية الشخصية طبعا. يعني الكل بقى، ما لو مدني للدولة يبقى لازم الطرفين يبقوا متوافقين يعني. طبعا طبعا، فهنا القانون المدني الحقيقة أكيد هيحل كثير من المشاكل، سواء مشاكل في اختلاف الديانات، في اختلاف الطوائف، في مسألة الطلاق، في مسألة الزواج مرة أخرى. وزي ما حصل في الدول الأوروبية الأخرى، ما بيعانيش المواطنين خارج مصر. وحتى في دوله زي لبنان مثلا بتتبنى مثل هذا النوعيه من الزواج. الزواج المدني. ما بيعانيش بنفس لبنان بس، لبنان وتركيا وتونس. وقبرص وبعض الدول الاخرى يعني عندها مرونه اكثر في ذلك، ما بيعانوش نفس المعاناه اللي بيعانوها الدول العربيه او مصر من هذه المعاناه الشديده، سواء من ناحيه الزواج او الطلاق او الزواج مره اخرى. فهنا الموضوع سهل وبسيط، يعني يجوز ان يعني ننص عليه تشريعيا، وبالتالي سوف ينفع الجميع.
تمام. هل الزواج المدني كان مطبق في مصر قبل ثورة 52 ولا كان لا برضه محكوم بشرايع ومحاكم ملية وحاجات كده يعني؟ اتفضل. لا اقول لحضرتك الزواج المدني لم يطبق في مصر في يوم ما منذ دخول العرب وحتى الان يعني. كانت تحكم الزواج مسألة الزواج كانت تحكمها الشريعة الإسلامية منذ يعني منذ أوائل التاريخ منذ أن دخل العرب مصر وأصبح الشريعة الإسلامية الشريعة السائدة. فبالتالي أصبحت إلى أن بعد كده جه محمد علي وابتدى هو يستعين بالقوانين الأوروبية والفرنسية فطبقت بعد سنة 1882 ما يعرف به المحاكم الملية. واستمر هذه المحاكم الملية كان لكل ملة مجلسها الملي ومجلس استئنافي بمثابة محكمة. فكان هناك للأقباط والسوريان والروم والأرمن وفي ناحية والكاثوليك نفس الحكاية أقباط وروم وأرمن سوريان وكلدان ومارنا والبروتستانت نفس الحكاية. كان هناك برضو طوائف حديدة بلغت حوالي أكثر من 18 طائفة. كل ذلك كان بكل طائفة كان لها مجلس ملي مختص إلى أن وحدها الرئيس عبد الناصر في أول يناير 1/1/56 بالقانون رقم 455 لسنة 55. فبالتالي لم تعرف مصر الزواج الملي آسف لم تعرف الزواج المدني. كان هناك زواج إما شرائع إسلامية أو زواج طوائف. ما هو ده المستمر حتى هذه اللحظة يعني. نعم هو ده المستمر لغاية دلوقتي يعني. صح هو ده المستمر لغاية مظبوط. بالنسبة لقوانين الميراث هل مش هيبقى في يعني في بعض المسيحيين مش هيرضوا بان الرجل يبقى احنا في مجتمع ذكوري ايا كان والثقافة دي تقريبا يعني ناطحة على كل الناس. انا مش عايز الوم لا ده ولا ده لكن هي بقى لها زمن كتير مطبقة فما نجيش فجأة ونقول ان لا على المسيحيين انه هيساوي بين الذكر والانثى يعني. هل ده مش هيبقى فيه برضو خلخلة في المجتمع وقيم المجتمع الحاضرة بقوة حتى في المجتمع المسيحي ان الرجل بياخد اثنين من حظه من زي اثنين من الحظ السيئين؟ نعم نقول لحضرتك قعدت المجالس الملية برضو تطبق احكام الميراث من 1888 لغاية 1956 الله تحديد لغاية 31 ديسمبر 55. تمام يعني حوالي 70 سنة المجالس الملية كانت تطبق مسألة المساواة في الميراث الذكر مثل حظ الأنثى مش مثل حظ الأنثيين. فكان هناك مساواة في الميراث بالفعل في المجالس الملية إلى أن صدر القانون اللي أنا أشرت إليه سابقا دوت وعدته أكثر من مرة بتوحيد المحاكم وألغى بلا شك المجالس الملية. ثم صدر القانون بعد ذلك بقانون المواريث والوصية وأصبح ينص على أن جميع المصريين يخضعون إليه سواء مسيحيين أو مسلمين. فبالتالي يجوز للمسيحيين أن يصدر قانون موحد ينص فيه على مسائل التي تختلف مع احكام الشريعه مثل الميراث مثل التبني التي يقرها كافه الطوائف المسيحيه التي تقرها الشريعه الاسلاميه. ايضا مساله الميراث التي تقرها كافه الطوائف بمساواه الذكر مع الانثى ولا تقرها الشريعه الاسلاميه. يعني اذا هذا جائز كما ان لدي انا احكام يعني حصلت عليها بمساواه الرجل مع المراه بحكم المحاكم المدنيه المصريه صدرت مؤخرا ومن اعلى درجات المحاكم يعني وصلت الى درجه محكمه الاستئناف العالي بالقاهره ان مسيحيين يعني لجأوا الى المحاكم والمحكمه اصدرت حكم بمساواتهم في الميراث. يعني سوت اخ باخته كل منه اخذ النصف تماما. يعني اذا المساله عايز اقول لحضرتك جائزه الحدوث وانا شايف ان هي طالما لا تتعارض مع الانجيل وتتعارض مع الشريعه المسيحيه وان هناك البعض المصريين لجأوا لطلب المساواه فالموضوع اعتقد هيكون اسهل بكثير. يعني تنفيذه هيعم على المسيحيين جميعا بالقانون. نعم. تمام؟ صح تمام ده اللي انا فهمته يعني عشان اوصله صح. للناس يعني صح. يعني مش هيفلت ويقول انا عايز الشريعه الاسلاميه لا هتطبق عليه كما في البند الثالث من الدستور ان هو يحكموا الى شرائعهم يبقى قانون ملزم ومجبر على تنفيذه زيه زي المسلم لما بيبقى ملزم برضه بنفس القانون اللي هو الرجل مثل حظ الانثيين مش كده برضه؟ ده اللي انا فهمته. تمام 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 يعني حضرتك وصلتك الفكره. تمام تمام شكرا جزيلا استاذ ممدوح نخله. طب يعني بنعتمد على شرح القوانين وتبسيطها الى يعني للناس حتى الغير مهتمين بالقانون لان دي حاجات تهمهم وتهم حياتهم الشخصيه اليوميه والساعتيه زي ما بيقولوا يعني. فشكرا جزيلا لسيادتك للشرح المبسط جدا والفهمنا للقوانين وان 90% يحل 90% من القوانين يبقى لسه برضه في 10% مش هيحلهم غير القانون المدني زي ما حضرتك تفضلت. ونرجو ان الدوله فعلا
تعيد النظر في موضوع مدنية القوانين، ودي اللي هتبقى تسهيل للمجتمع المصري وإعلاء حقوق الإنسان وقدسية حقوق الإنسان أعلى من أي شرائع، ودي حاجة تهم الكل يعني، لكن مش معناها ان احنا نبقى فوضى او ندعو الى الفوضى. بنشكرك شكرا جزيلا الاستاذ المستشار ممدوح نخله لهذه الايضاحات الجليه، شكرا يا فندم. نرجع تاني للحرب الاوكرانيه، كان مهم قوي لان كان في خبر عن قوانين الاحوال الشخصيه. اقول لكم اللي ما يحسش بيه القوانين الاحوال الشخصيه دي اللي ما عندوش مشكله، انما اللي عنده مشكله بتبقى الدنيا يعني تقريبا كل البيبان مقفوله في وشه، وعشان كده القوانين الجديده دي ممكن تفتح بعض البيبان. 90% من البيبان هيتفتح قدام حالات طلاق والزواج والميراث وغيره، لكن لسه مازال في 10% لن تحل، ويبقى برضو في اضيف عليهم 10% باستدعاء المشاكل واستدعاء الماده الثانيه ولخبطه الماده الثانيه والماده الثالثه في الدستور وهكذا دواليك، لان برضو كل حاجه بالتطبيق هتظهر الحاجات اللي هي فيها ممكن تعمل مشكلات واختلافات مع الزمن، وده هيورينا من كتر الحالات اللي ممكن تبقى مشاكل في المستقبل من القانون اللي جاي او من القوانين اللي فاتت او من طلب انهي قانون يتنفذ. دي كلها هنسيبها للممارسات القضائيه، ونحن بنحترم القضاء جدا، وموضوع ان المسيحي لا ما يقدرش يطلق في ناس هي ايجابيه وسلبيه في نفس الوقت، ما يطلقش الا بموافقه الكنيسه ايجابيه، لان مش اي حد يطلق، لان كان في حاجات طلاق ظهرت بغير عدم رضا الطرفين، ودي ظهرت والكنيسه يعني مشكوره طلبت ده من وزاره العدل، وزاره العدل حققت لها الكلام ده، لكن في الاخر في ناس تانية ما لجأتش للكنيسه وتزوجت من بالشهر العقاري او بالمحكمه مسيحيين على حسب اختلاف الجنسيات، لانه في مصر فمطلوب منهم في مصر برضو الطلاق يتم في مصر، ودي بتبقى معضلة تانية لو الطلاق تم في اراضي امريكية او المانية او استرالية او كندية، فعليه يثبت الطلاق ده، والمحامين في مصر تقريبا ليس بين القوانين ومش عارفة اني قوانين، وكل واحد بياخد سكة مختلفة، لكن في الاخر على الكنيسة انها تبتدي تشوف ايه المشكلة دي وتبتدي تحلها للي تزوجوا المسيحيين الذين تزوجوا خارج الكنيسة سواء في مصر او بره، لازم تتحل لما يلجأ للزواج مرة تانية في الكنيسة، زي ما قال الاستاذ ممدوح لو هو تزوج بقوانين غير مصرية خالص فبيعتبر ان الزواج ده ما حصلش وبيبتدي يتساهل معاهم، لكن لو الزواج على الأراضي المصرية وبدون علم الكنيسة يعني تم في اختلاف الجنسيات واختلاف الطوائف وتزوج زواج محكمة بس، دي بتبقى مشكلة ومعضلة كبيرة قوي، لأن الكنيسة مش عايزة تتنازل عن حق إنها هي اللي تعقد الزواج لو كان مسيحي، سواء الكنيسة الأرثوذكسية الكنيسة الكاثوليكية أو الكنيسة المشيخية زي ما تفضل وقال أستاذ ممدوح نخل. موضوع مهم، موضوع صعب، موضوع يهم المصريين المسيحيين والمسلمين على السواء، لأن اختلاف القوانين بيخلي فيه ناس تخش في النص تعمل خلافات وإلى آخره، وبتخلي الحياة المجتمعية مش عايزة أوصفها بألوان، لأن حضراتكم تعرفوا أن أي مشكلة أسرية وخصوصا بين زوج وزوجته أو أبو أولاده أو جنسيات أو استدعاء أو تبني أو غيره أو تكفالة، دي كلها بتخش في مواضيع بتخص الشخص نفسه وتبقى مسألة شخصية تقريبا بتعمل له زي حالة نفسية كده وعقد من القانون وغيره. أما اللي ما عندوش مشكلة فما فيش مشكلة بالنسبة له، هو بيقرأ القوانين دي والتجديدات كأنها أخبار اليوم أو في الأهرام أو حاجة ما تخصوش أو ما تهموش، لكن هي لما بيخش المشكلة بتبقى بتهم، ودي احنا نرجو ان ما يبقاش في مشاكل، لكن برضو يبقى في حلول للمشاكل دي، لانها ناس وحقية ناس في انها تعيش وتعيش مرتاحة وتعيش كويس وتبقى بقوانين، وتبقى القوانين مش مكحفة او يعني حاجة متبقى صعبة. طبعا لما يصدر القانون هيبقى لينا كلام مع الكنيسة بممثليها في ازاي القانون ده هيبقى بيطبق وحاجات كده، سواء في امريكا او في مصر. عفوا، نرجع تاني بقى للحرب الاوكرانيه، وبناخد البيت الابيض
بيصحح تصريحات بايدن على بوتين في موضوع السلطة وعلى روسيا وانه ما يستمرش في السلطة. طبعا ده خطأ سياسي صعب، لكن البيت الأبيض لأن احنا بنتعامل كمؤسسة، دولة مؤسسات، فتدارك الخطأ بتاع بايدن وأعلن إن ده لم يقصده بايدن، يعني ما أخطأ، يعني ما خطأش طبعا الرئيس لأن سياسيا ما ينفعش، لكن في نفس الوقت وضح المعنى إنه مش قاصدين تغيير السلطة في روسيا لأنها تتفهم بمواجهة حرب. يمكن ما وصلتش لبايدن وما اعرفش دي ما وصلتوش ازاي، لكن هو مش ما يصحش انه يقول كده على سلطه في دوله، ودوله تعتبر دوله عظمى. فالبيت الابيض بايدن لم يقصد الدعوه لتغيير النظام في روسيا، لان مجرد ده يتفهم معناه حرب مباشره بين امريكا وروسيا. فما اعرف، وهو على حدود بولندا، ده بيعلن ده على حدود روسيا، يعني العمليه برضو يعني فيها تفاهمات شويه. والكريملين رد وقال احنا عارفين ان الراجل ده كبر في السن وحاجات كده، يعني حاجات صعب ان نقولها، انا حاجات تضحك حضراتكم طبعا عارفينها. فالبيت الابيض بايدن لم يقصد الدعوه لتغيير النظام في روسيا. بتاريخ امبارح رد على المؤتمر الصحفي فورا بعد اعلان اللي قاله بايدن. نشوف قال ايه البيت الابيض، ويعني حاجه مقتضبه جدا وصيغت في كل صحف العالم، وده من ضمن بوابة الأهرام. قال البيت الأبيض في توضيح عاجل لتصريح بايدن الذي طالب فيه بوتين بالتنحي عن السلطة أن الرئيس الأمريكي لم يقصد دعوة لتغيير النظام في روسيا. وفق قناة العربية، كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قال يوم السبت أنه لا يمكن للرئيس الروسي فلاديمير بوتين البقاء في السلطة. وأضاف بايدن أن بوتين يعيد روسيا إلى القرن التاسع عشر بحسب مقتطفات من تصريحات. كن نكمل السطر الأخير. الرئيس الأمريكي بثتها وكالة بلومبرج الأنباء، ودي حاجة يعني الحقيقة خطأ سياسي، يعني لم تعلن يعلن عن البيت الأبيض أنه خطأ سياسي لأن الرئيس ما زال رئيس يعني، بس ما ينفعش. أنت مالك ومال روسيا ويخلوه الرئيس بوتين أو غيره، أنت مالك؟ ما ده تدخل، وأمريكا لا تتدخل في سياسات الآخرين ودي معلنة. والحزب اللي هو بكم بيرأسه هو الحزب الديمقراطي أو اللي هو جاي منه، ما يتدخلش حتى في رئاسة حزب تاني زي الحزب الجمهوري ولا الترشيحات، لأن مجرد التدخل فيها وغيره. قبل كده نيكسون وفضيحة ووتر جيت انتوا عارفينها، وأقيل من منصبه بسبب التجسس على من سيرشح من الأحزاب الأخرى في الرئاسات، وشالت رئيس دولة بقوة نيكسون وقتها من السلطة. انت عندك قوة ديمقراطية رهيبة الشكل، ما تطالبش انها موجودة في روسيا او لا. هي بوتين جيب انتخابات انت تعتمدها او لا تعتمدها، دي مش مشكلتك، او مش اسلوب امريكا انها تغير سياسات. انت بتعرض دول متحضرة، اتغيرت اوكرانيا باوكرانيين، ما حدش فرض عليها نظام، وعشان كده الاوكرانيين نفسهم هم اللي فضلوا الهجره وسيب الاراضي علشان بوتين يعمل اللي هو عايزه، لان هم آملين انهم يرجعوا تاني بقوانينهم، هم قوانين الاقتصاد الحر والحريه السياسيه وغيره، وهم بيدافعوا عن ده، في حين ان روسيا بتقول ان دول النازيين الجدد. مش فاهمها يعني ايه نازيين جدد؟ نازيين جدد دول اللي هم عايزين يحتلوا العالم. هل الاوكرانيين هم اللي عايزين يحتلوا العالم ولا هم مهاجرين من اراضيهم؟ فنازيين بمعنى ايه؟ مين النازي هنا؟ فهو مجرد بس ألفاظ بتطلق في الهواء كده وخلاص، لكن هي لها معاني تانية سياسية. طبعا البيت الأبيض بيسارع، لأن إحنا زي ما قلت قبل كده أمريكا مش دولة رئيس بس، لا هي دولة مؤسسات، وأول ما تبقى في مواجهة البنتاجون والرئاسة والبيت الأبيض وغيره وغيره وغيره، لا حرس حاسب. ليه؟ لأن أنت على القمة فلازم تتصرف بالعقلانية اللي على القمة، وإنك عايز مصلحة العالم، مش ضد العالم. أمريكا ليست ضد العالم ولا هي محور الشر ولا غيره ولا كلام من، لكن في تنازلات لا يجب أن تقدم، وفي أحيانا تنازلات يجب أن تقدم. ده مين يحدده بقى؟ أهل السياسة، لا أنا ولا أنت، إحنا بنحلل. لكن هل أمريكا ممكن تدعو روسيا لترابيزة المفاوضات وروسيا بتعمل مجزرة في أوكرانيا؟
ومع ذلك الايد ممدوده لترابيزه المفاوضات بتنفيذ الانسحاب الكامل من الاراضي الاوكرانيه ووقف الاطلاق النار فوري. ومع ذلك روسيا لا تستجيب، هي روسيا عايزه تعمل اللي هي عايزاه، الحياد الكامل للاراضي الاوكرانيه، وده مش هيتم الا باخلاء اوكرانيا من الاوكرانيين. مش هيتم الا باخلاء اوكرانيا من الاوكرانيين، وده ما يفعله بوتين الان، وهو علشان كده محاصر كييف مش عايز يخش، ومحاصر بعض المدن مش عايز يخش، لانه لو دخل هتبقى سياسه الارض المحروقه وتبقى جرايم حرب لا تمحى من زمن التاريخ ولا من غيره، ويبقى كده بوتين هو حر مع شعبه بقى ينتخبه او لا ينتخبه زي ما كان هتلر زمان. طبعا يعني حاجه غير مقبوله تماما، ولا يعني اتمنى ان بوتين يبقى في مثل الدنيا، لازم بد ان هو يرجع شويه ويحسبها، الرجوع خطوه الى الخلف علشان نشوف الدنيا شكلها ايه. دايما لما تبقى في مشكله ارجع خطوه لورا، ارجع خطوه لورا وبعدين شوف وقرر. لو انت امنك الاستراتيجي مهدد، انت يعني انت شلت كل الدفاعات الاستراتيجيه العسكريه لاوكرانيا، ضربت كل الاهداف، ودي ما كانتش بتهددك، واتضح ليك انها ما بتهددكش لانك انت ضربتها في اول 3 4 ايام. طب وبعدين بقت حرب شوارع، بقى السلاح اللي هو التقليدي اللي هو ضد الصواريخ كل مش عايزينه، بقى سلاح شخص لشخص. فالسلاح هنا هيبقى حرب مدن وحرب حاجات كده، لكن بوتين مش هيفضل ده، لانه في الاخر مفيش تفوق للجيش في الحروب الشوارع، مش هينفع. الحروب دي بتبقى عايزه بقى قوات تانية مدربه اكتر وصاعقه اكتر وحاجات كده، ومن هنا ومن هنا، فاللي يكسب في الاخر مين؟ ودي اللي نهايه الحرب العالميه التانية. خلي بالك ان دخول الصاعقه ودخول الفرق اللي هي بتدافع هي اللي نزلت المانيا، وروسيا كانت من ضمن الدول المساهمه في رد هتلر، وكانت بعقلانيه وهي شيوعيه. فلما تبقى يعني وترجع الى انها تبقى دول وسيادتها في ايديها وبتؤدي الديمقراطية وهي للنظام العالمي، انها تبقى بتجتاح العالم بهذا المنظر، اعتقد ان المنظر الروسي اهتز في العالم كله. حتى اللي بيدافع عن روسيا مش قادر يدافع عنها باستماتة زي الصين، لان في الاخر الصين اعلنت ان غزو دولة لدولة اخرى هي بترفضه، ما تقدرش توافق عليه، ما تقدرش. ما فيش اي دولة في العالم هتتجنن وتوافق روسيا على انها تغزو اوكرانيا، لكن بتبرر، ممكن تبرر لكن لا تؤيد. بتبرر الغزو ان روسيا عملت كده علشان مجبرة، علشان بتدافع عن نفسها، علشان مش عارف ايه، علشان بتدافع عن نفسها ايه؟ ده هتهجر 43 مليون، حاجة يعني فوق الخيال وفوق الوصف، وده اللي بيحصل. وهو بوتين ما عرفش هو عايز يتراجع عن ايه. طب والحيادية دي هتضمنها ازاي؟ الحياديه دي عايزها بقلب النظام، نظام اوكرانيا نفسه مش عايزه، عايز نظام موالي ليه، هو اللي يحطه، يعني يحط نظام قامع للشعب الاوكراني اللي بيرفضه الشعب الاوكراني. طب هتحميه ازاي؟ بان الجيش الروسي يحتل اوكرانيا، ده يبقى احتلال دائم بقى. يعني العمليه مش موضوع دي اوكرانيا دي بتاعتنا وانا هحميها بالجيش بتاعي، وانا تبقى محايده ان يبقى الجيش الروسي هو اللي موجود فيها. اتفهمت كده؟ ما هو الغرب فاهم زي ما انا فاهم كده، والغرب مش يعني سياسات معلنه اهي لبوتين، عشان كده بايدن بيقول ان بالطريقه دي ان المفروض بوتين ما يبقاش على السلطه. هو استباقا لمعلومه جابها مخابراتيه المفروض ان هو ما يقولهاش كرئيس دوله، لانه لا نتدخل في نظام روسيا، هم جايبينه منتخبينه ازاي مش عارفين، مش مهم، المهم هو ده رئيس روسيا هم راضيين عنه خلاص، يبقى المفروض ان احنا نتفاوض معاه، وهو قوه عسكريه عظمى، حاجة صعبة قوي. في بقى يعني الفاينانشال تايم لم كل هذه الأحداث، طبعا جريدة بريطانية عريقة جدا وتحليل السياسي فيها على أعلى مستوى، وبيحتل الصدارة في الأخبار والأهرام والجمهورية، وحتى في أمريكا هنا بيعملوا لها حساب. فالفاينانشال تايم بناء على ترجمات من بوابة الأهرام نشوف قالت ايه عن الموقف ده، نشوف مع بعض المقال ونقراه مع بعض. فاينانشال تايم بتقول تصريحات بايدن نقطة تحول جوهري في نهج امريكا تجاه الصراع في اوكرانيا، في بعضها مش كلها. ده طبعا بايدن في المؤتمر وراء العلم الامريكي،
رئيس جو بايدن، رأت صحيفة فاينانشال تايم البريطانية في عددها الصادر يوم الأحد أن التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الرئيس الأمريكي جو بايدن قبيل توجهه إلى طائرة الرئاسة في رحلة العودة إلى أمريكا بعد انتهاء اجتماعاته في بروكسل ووارسو مثلت نقطة تحول جوهري في نهج الولايات المتحدة تجاه الصراع في أوكرانيا. بتقول إيه بقى؟ بتقول ذكرت صحيفة في سياق تقرير نشرته عبر موقعها الرسمي أن قول بايدن بشكل صريح أنه بحق الله لا يمكن لهذا الرجل أن يبقى في السلطة في إشارة إلى نظير الروسي فلاديمير بوتين ربما يعكس تحولا نحو مواجهة أعظم وأكثر شراسة على المدى القريب مع روسيا. يعني هي بتقول إيه؟ إنه لما قالها كان يقصد التحدي، بس لما البيت الأبيض تراجع وقال لا مفيش مواجهة مباشرة مع روسيا ده كانت عقلانية من المؤسسة الأمريكية طالما ظل فلاديمير بوتين على رأس سلطة الكريمل. مع ذلك أبرزت الصحيفة أن البيت الأبيض سرعان ما تحرك لتوضيح التعليق دون تحديد ما إذا كان مكتوبا أم لا، وقال إن بايدن لم يكن يدعو إلى تغيير النظام في روسيا وأشار فقط إلى أنه لا يمكن السماح لبوتين ممارسة السلطة على جيراني. قال ديفيد جيرجن مستشار البيت الأبيض السابق وأستاذ الخدمة العامة في كلية هارفارد كينيدي أن تصريحات بايدن الأخير ربما تشير بشدة إلى أن الحرب الدائرة في أوكرانيا من غير المرجح الآن أن تتم تسويتها على طاولة المفاوضات، وأضاف أنه من الصعب أن يدرك المرء أننا أمام حرب باردة جديدة على نحو متزايد وأن الرئيس بايدن قد اختار أن يكون زعيمها الغربي. يعتقد كبار مسؤولي إدارة بايدن أن الرئيس قد أنجز ما خطط للقيام به في رحلته إلى أوروبا، حيث تمثلت أحد الأهداف الرئيسية في توطيد العلاقات وتنسيق الاستراتيجية مع حلفاء حلف شمال الأطلسي الناتو قبل اتخاذ قرارات أكثر صرامة إذا صعد بوتين الحرب، بما في ذلك من خلال استخدام أسلحة الدمار الشامل. أما عن الأهداف الأخرى فتمثلت في وضع خطة لتقليل اعتماد أوروبا على واردات الطاقة الروسية وإظهار المزيد من الدعم لأوكرانيا وحكومتها والاجتماع بكبار المسؤولين من كييف ثم زيارة اللاجئين الأوكرانيين بالعاصمة البولندية. طوال الوقت ظل بايدن يؤكد أن أمريكا ستحمي كل شبر من أراضي الناتو، وهو تعهد كان مهما بشكل خاص لمضيفيه في وارسو، فيما قال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض للصحفيين على متن الرحلة من بروكسل إلى ريزيسوزو في شرق بولندا المنطقة اللي اتعقد فيها المؤتمر الصحفي ريزيسوزو في شرق بولندا يوم أمس الأول، إن بايدن بدأ مفعما بالحيوية تجاه المهمة. يعني كان حاجة كده يعني ظاهر بشكل حاجة كده غير عادته يعني، وأضاف أن الرئيس يؤمن بشدة بحلف الناتو وبالعلاقة عبر الأطلسي، لابد أن يقوي طبعا حلف الناتو، ودي على فكرة حلف الناتو اللي قال أنه لازم يزودوا ميزانية الحلف وأنهم يصرفوا مش بايدن، دي كانت الرئيس السابق اللي قال لهم لازم تصرفوا على الحلف يعني ترامب طبعا، فقال لازم تصرفوا على الحلف ولازم يبقى قوي جدا في مواجهة أي خطر، ودي كان ممكن لو هو كان قاعد كان قوى أكتر وأظهر إمكانياته يمكن كانت روسيا كشت شوي. كما بدأ الرئيس الأمريكي البالغ من العمر 79 عاما أكثر جرأة بسبب الديناميكية العسكرية المتغيرة على الأرض في أوكرانيا مع فشل القوات الروسية في السيطرة على أكبر المدن وإعادة التركيز بدلا من ذلك على الاستيلاء الكامل على منطقة دونباس الشرقية بحسب مقالته الصحيفة البريطانية. ولكن على الرغم من ثقة بايدن قالت فاينانشال تايمز أنه لا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن مسار الحرب وكذلك نوايا بوتين وقدرة الحلفاء الأوروبيين على الحفاظ على الضغط الاقتصادي على موسكو على المدى الطويل. وخلال الرحلة قالت الولايات المتحدة أنها مستعدة لفرض عقوبات على الدول الثلاثة التي تسهل الهجوم الروسي مما قد يمدد العقوبة المالية للأفراد والشركات في الاقتصادات الكبيرة مثل الصين والهند.
ولكن من غير الواضح ما إذا كانت أوروبا ستوافق على ذلك حتى الآن. يعني لو ضموا كمان الصين والهند إنهم يعني بيشجعوا روسيا فممكن كمان ينولهم من الحظ جانب وتبقى العقوبات الاقتصادية بتنولهم، لكن لسه برضو أوروبا مش موافقة على هذا الاقتراح. تبعت تقول سواء تم التخطيط لذلك أم لا فإن اقتراح بايدن بأن الولايات المتحدة ترغب في رؤية قيادة جديدة في الكريملين أثار مخاوف من أن واشنطن تقف تفقد السيطرة على أهدافها حول الحرب، بما في ذلك أن سيطرة بوتين على السلطة لا يمكن أن يقررها إلا الروس، وربما يكون بايدن قد تجاوز خطأ لم يكن ينوي تجاوزه في وقت ينظر فيه إلى بوتين على أنه متقلب ومحاصر خطأ. فاينانشال تايم بتقول أن ده تصريح هذا الخطأ ده من بايدن، في بايدن، بايدن أخطأ تصريح قبل أوانه، ودي حاجات مخابراتية لا يجب أن يعلن عنها أن عايز السلطة هناك ولا لأ، مش سياسات معلنة دي تبقى حاجات تانية. لكن ما تنفعش في وسط الحرب وأقول أن بوتين ده راجل بيقود بلاده في نظرهم أن هو بطل، أنه بيحافظ لهم على الأمن الاستراتيجي بتاعهم والعمق الاستراتيجي لروسيا، وأن أوكرانيا دي جزء من روسيا. الدعاية الروسية هناك انت مش قادر توصل لها، ومش قادر تتخيل الروس متمسكين بفلاديمير بوتين قد ايه. هل في حاجات تانية جات لك ان هم عايزين، ما هو مع يلتسين شالوه في لحظات، مع ميخائيل جورباتشوف على طول الانقلاب حصل وكان انقلاب ابيض لان اضطرب كده انهم دولة ما يبقاش فعلا هي بتصف متحدية او بانه انقلاب دموي، وتحملوا كل النتائج وابتدوا يعيدوا بناء روسيا الاتحادية مرة تانية. لكن هل هذا الاسلوب متوافق مع النظام العالمي ولا لا؟ هو ده اللي نقدر نشوفه ونطرح ايه على ترابيزة المفاوضات. ايه اللي موجود على ترابيزة المفاوضات دلوقتي؟ بوتين بيعلن عن حاجات، يعني زيلينسكي بيعلن عن انه يعني دي حاجات تقريبا 80% هي موجودة في الواقع يعني. لكن هو كل العملية التأكيد ده يبقى ازاي؟ يعني تأكيد الناتو انه يأكد لك انك ما يحط السلاح في اوكرانيا ده تبقى ازاي؟ بوجود جيش روسي في اوكرانيا، يعني يبقى انت عايز تحتل اوكرانيا بمباركة العالم مش كده؟ ما هو التأكيد ده اجيبه لك ازاي؟ يعني انا التأكيد ده انا كأوروبا وكأمريكا اجيب لك التأكيد ده ازاي؟ ازاي اؤكد لك ان مش هيتحط سلاح ضد روسيا في اوكرانيا؟ هتقول لي اي اجراء اي حاجه، اقول لك لا. ايه هو بقى الاجراء اللي انت عايزه؟ ان الجيش الروسي يبقى هو اللي متواجد في اوكرانيا، معناها ان اوكرانيا مش دوله حره مستقل. ما هو الطلب ما ده كده اتفهم كده، وعشان كده الشعب الاوكراني بيقاوم، لان معناه انه يبقى في احتلال يا تحت نير العبوديه بقى، واجيب لك حكام روس وهكذا. يعني ايه اللي ياكد لك ان تبقى دوله محايده؟ وكمان الدول المحايده اللي في اوروبا دي، ما ايه اللي ياكد لك ان يعني الناتو هيدي لك الامان ازاي انك ما تجتاحش هذه الدول؟ اذا المفاوضات اللي هي بين موسكو وبين كييف اكيد فاشله بهذه الطلبات. زيلينسكي بيطلب طلبات انه حظر كامل للطيران لاي حد فوق اوكرانيا، وده معناه مواجهه بين الناتو وبين روسيا، عشان كده مش قادرين يوقفوا. محظر ده يعني في طيران هيطلع، اي طيران هيجي هيتضرب. الطيران اللي بيجي فوق اوكرانيا مين؟ طيران روسيا. اللي هيمنع الناتو هيمنع ازاي؟ بالقوه. يعني لو طلع تصريح او طلع قانون هيبقى بالقوه، يبقى هيطلع يبقى حرب، تبقى اوروبا خلصت مش كده؟ فهو الطلب اللي طالبه زيلينسكي كمان طلب صعب، طلب من بيحط مواجهه. يعني انا بدل ما اواجه انا، لا ده انا عايز حد بقى يواجه والدنيا هتتدمر وتبقى كده، يعني حرب عالميه ثالثه. طب الحل ايه؟ الحل هو اللي موجود دلوقتي. انت عايز تقاوم هدي لك سلاح تقاوم بيه، والسلاح اللي تقاوم بيه لا هو هيصطاد طياره ولا هيصطاد مدرعه بعيده عنك ولا هو صواريخ تضرب في روسيا ولا حاجه ابدا، هي تدافع بيها عن نفسك بس. هو ده اللي هيقدروا يعملوه. هل ده كافي؟ بعض الاوكرانيين بيقولوا هو كافي، لان هو مد بالسلاح برضه.
هو هي مقاومة شعبية زي أي دولة في العالم بتدافع عن نفسها. هل النظام العالمي هيتغير بعد هذه الحرب؟ أنا لا أعتقد أن النظام العالمي هيتغير، مش ممكن. النظام العالمي هو تقريبا شبه موحد، تقريبا الآن شبه موحد. أي قوة بتهاجم هذا النظام العالمي مش هتبقى إيجابية معاه، هي اللي هتبقى ضد نفسها. لأن هو إيه النظام العالمي؟ عايزك اقتصاد حر مفتوح، عايزك إنتاجية حر وتحمي نفسك، وعايزك سلطة تبادل للسلطة بحيث أن يبقى الأكفأ والأقدر والأجدر هو تملي اللي بيدي القرار. السياسة هي اللي تبقى المحور اللي موجود، الاقتصاديات هي التنافسات. أنت يعني مش عايز السياسة، مش عايز النظام العالمي في إيه؟ إيه هو النظام العالمي اللي أنت منتش عايزه؟ الحروب أنت اللي بتعملها، يعني أنت اللي بيستخدم السلاح ده، ده قانون ضد النظام العالمي. عشان كده عمل الأمم المتحدة وغيره. هل الأمم المتحدة ممكن تفقد؟ ممكن النظام العالمي يتغير في دي، في تغيير المنظومة نفسها، وخصوصا ان لما روسيا والصين لو اتحدوا في المستقبل هتبقى حاجة كده شبيهة بألمانيا وتركيا واليابان والحاجات دي كلها في الحرب العالمية الثانية، وكانت نتيجتها من 40 ل 50 مليون بني آدم ماتوا في الحرب العالمية الثانية، ولا إيطاليا أجبرت على العبودية، ولا ألمانيا أجبرت على العبودية، ولا كل الدول اللي كانت في مع هتلر، ولا حتى اليابان أجبرت على العبودية، بل على العكس تماما، اقتصاديات حرة تماما، سياسات حرة منفتحة، وشعوب متحررة تماما بكامل سيادتها على أراضيها. الخطأ ده تداركوه منذ الحرب العالمية الأولى. هو إيه اللي عمل ألمانيا وخلاها تجيب هتلر؟ إن في الحرب العالمية الأولى لما أوروبا اجتاحت ألمانيا حاولت تدمر ألمانيا، فألمانيا بهتلر والحزب النازي، لا الألمان لا يعلى عليهم، هم الجنس الآري، هم اللي لازم يحكموا العالم، وإن حكم العالم بيريد إن هو ألمانيا تطرح في البحر. وعشان كده في الحرب العالمية الثانية لما ألمانيا تنازلت وقالت لا السلام، وكان بفضل الناس العقلاء في ألمانيا، ابتدت ألمانيا تصعد تاني بالقوة الاقتصادية بتاعتها، وتبقى أول دولة في أوروبا مدعمة للاتحاد الأوروبي وبالديمقراطية، وصلت إلى أبعد حدود الحريات. ودلوقتي ألمانيا بتعلن عن أنها تنتج سلاح، بس ألمانيا الجديدة، ألمانيا بفكر العالمي اللي مع العالم مش اللي مش ضد العالم. إيطاليا نفس الوضع، اليابان نفس الوضع. فروسيا ما تعلمتش الدرس مع أنها كانت مع الأوروبيين، لكن كان ليها نظام مختلف، كان بتحترم القوى العالمية، وكان في سباق التسلح وحاجات كده، وحتى حرب النجوم وإلى آخره، واتفاقية سلطة واحد واثنين وتاريخ. وأوكرانيا دي كانت القوة العالمية الثانية نوويا، وهي اللي اختارت أنها مش عايزة السلاح النووي. أوكرانيا نفسها هي اللي اختارت أنا مش عايز سلاح نووي، أنا عايزة بلدي أبنيها بمعرفتي بانتماءاتي لأوكرانيا كقومية، لكن في الآخر أبقى منفتحة العالم. وهل بين أوكرانيا وروسيا ما كانش فيه علاقات؟ كان فيه علاقات، كان فيه تبادل، كان فيه كل حاجة. اللي حصل ده بيأثر على العالم كله، لأن أوكرانيا وروسيا يعتبروا سلة غذاء العالم، طبعا بالإضافة إلى أستراليا وكندا وأمريكا. يعني عايز أقول إن هم لو تلت سلة غلال العالم، فالتلتين موجود برا، مع وجود استصلاحات تانية. يعني أعتقد إن أفريقيا هي الاستثمار اللي جاي سواء من الصين أو أوروبا، هيبقى فيه صراع، والاتنين لازم يبقى صراع تنافسي. يعني أقدر أقول تنافس ما هوش صراع. لو الصين عايزة خير لأفريقيا يبقى بتنمي أفريقيا، ولو أوروبا عايزة خير لأفريقيا بتنمي أفريقيا، والبوابة لدخول أفريقيا مصر، ولازم نتجه لهذا الاتجاه، إن مصر تبقى هي البوابة، خصوصا قناة السويس والبنية التحتية اللي اتبنت لبناء مصانع ونقل مصانع حتى من الصين أو من روسيا أو من أمريكا أو من أوروبا، تنتج في مصر لتغذي أفريقيا وتبقى المدخل. ودي عملناها زمان، وكان عندنا
ايام انتاج التلفزيون شركه نصر وغيره وغيره وغيره. يا رب نعيد الحاجات دي، يا رب نتعلم من اخطائنا في الماضي علشان نتواصل مع افريقيا، لان افريقيا سوق كبيره جدا وفي نفس الوقت سوق غلال كبير. يعني عايز اقول سله العالم كله في ميه في افريقيا، ورغم ان عايز في مجاعات لان مفيش توظيف، مفيش اداره كويسه. الاراضي في السودان، السودان لوحدها تكفي انها تبقى زي اوكرانيا وروسيا في انتاج القمح وغيره وغيره من الحبوب وغيره كمان. مش السودان بس، السودان وجنوب السودان واثيوبيا وكل الدول دي ممكن تزرع لان فيها وفره من المياه غير طبيعيه، غير طبيعيه. هي ندره المياه جايه من ان المياه هيستفيد بيها اصحاب المنبع ولا لا، ودي اللي ممكن ان يتنافس عليها المتنافسون في افريقيا. لكن افريقيا هي الاستثمار القادم، افريقيا الارض لم تستغل بعد بكل اللي فيها. هل ستستغل؟ طبعا بعد الحرب الاوكرانيه الروسيه لازم يبقى في تغيير في السياسات العالميه، وانه لا يعتمد على اوكرانيا لوحدها او روسيا لوحدها، لازم تبقى في مناطق بديله. هل في ناس، يعني في سؤال جالي بيقول لي هل في دخل الامريكا بالتعدي الحوثيين على شركة ارامكو في السعودية؟ طبعا احنا بنحزن ان بيبقى مصدر للطاقة، ممول للطاقة في العالم كله انه يتضرب، لان ده معناه انك انت بتضرب بترول رايح لدول بتنتج حاجات الناس محتاجاها. في الاخر خالص هو احتياجات الناس بتقف لمجرد انك انت بتمنع عنهم مصدر الطاقة، بتقفل الحنفية. نحن ندين اي اعتداءات على مصادر الطاقة في هذا الوقت بالذات، لان الشعب الامريكي نفسه بيدفع الثمن ده لما يروح محطات البنزين ويعرف ان الدولارات كلها اللي في جيبه ما تقدرش تملا له عربيته بنزين. ده من ايه؟ من ان الحوثيين بيضربوا، بان روسيا بتمنع، بان اوكرانيا بتتدمر، بان في حرب دائره، وده كله ده حاجه صعبه قوي. هل امريكا ليه ده؟ طبعا لا، لان امريكا عايزه تزود الانتاج. ازاي هتسمح للحوثيين انهم يضربوا؟ يعني شيء خارج المنطق تماما. لكن هي بكل العمليه ان في اهداف استراتيجيه امنيه ممكن تكون امريكا بوضع معين بخطا معين او بحاجه غير مقصوده، انها في منطقه معينه ابتدت تنقل الامن بتاعها من منطقه لمنطقه، لكن ما هياش خالص. السعوديه ده الحليف رقم واحد لامريكا في انتاج البترول. ازاي يعني اللي في الاخر يعني اللي متحكم في سعر البترول في العالم هو امريكا مش السعوديه. الانتاجيه كمان امريكا، حتى لو برفض من السعوديه، لان الرفض هنا مش معنى هو انتاجيه يعني زود الانتاج وانا بفتح الحنفيه. الانتاجيه دي يعني معناها ان شركات تنقيب تانية، وان انا اعمل استخراج من بطن الارض تاني بشركات تانية خارج اللي موجود. فهل ده اذا كانت شايفاه السعوديه مش سهل، وانه بعد سنه ولا سنتين هي بتعمله بالطبيعه، لان هو انتاج السعوديه من 10 15 من 20 سنه زي انتاجها النهارده، هي بتزود الانتاجيه على حسب اللي موجود. هي لا دلوقتي، لان انتاجيه دلوقتي هتزودها ازاي؟ هل الامكانيه موجوده؟ لا طبعا مش موجوده، لان دي امكانيه بحث ودراسات تنقيبيه عن البترول. فهو مش رفض على اساس يبقى في عقاب، لا ده حاجه خارج الخيال يعني. لكن الحوثيين دايما، طب ما ضربوا شركه ارامكو قبل كده، والايرانيين ضربوها قبل كده. هم يعني طبعا يعني استهداف السعوديه على اساس انها مش دوله معاهم، فعايزين يقولوا ايه، انت مش انت حليف امريكا احنا. لكن لا طبعا، امريكا بتدافع عن السعوديه باستماته، سواء كان اللي بيحكم ديمقراطيين او ريبابليك. لا ما تستغناش ابدا امريكا عن بترول السعوديه ولا بترول الخليج ابدا ابدا، ولا تغير في السياسات، لانهم متفاهمين تماما. وهقول لكم مثال واضح وصريح، ان كل العملات العربيه مرتبطه بالدولار ولم تتاثر بهذه الازمه لا من قريب ولا من بعيد. اكتر من كده حمايه اقتصاديه ايه تاني؟ الحمايه العسكريه طبعا تبقى في اخطاء في الاستراتيجيات في الحمايات، فممكن صاروخ يطلع، وقبل كده طلع قبل كده في الارامكو بالذات، فهي ارامكو مستهدفه، وده على السعوديه انها تكتر الحمايه لكن ما فيش حد يقول لي امريكا هي يعني امريكا تاذي نفسها.
مش ممكن يعني، كلام لا يصح ولا اي محلل ممكن يقوله، لان اللي بيقوله يبقى بيستغبى الناس يعني، ودي حاجه صعبه قوي انك انت يعني تتجاهل ذكاء الناس وعقليه الناس، لا لا يمكن طبعا. الحاجه اللي انا عايز اقولها الاستخلاص من هذا الموضوع، ان روسيا بتحط شروط للمفاوضات مستحيل تطبيقها، في نفس الوقت بتدعو لاستمرار الحرب، وفي نفس الوقت هي مش قادرة تنهي الحرب من طرفها. تلات حاجات. هتقول لي ازاي؟ اقول لك شوف من تصريحات الكريملين، وشوف من التصريفات بتاعة الجيش الروسي تجاه اوكرانيا، وقول لي مش ما تقوليش بقى ان روسيا عايزة تحارب لمدة سنة سنتين ثلاثة. ما فيش حد يقول كده، ان انا اخش في حرب. قالوا عملية عسكرية الاول. عملية عسكرية يعني ايام، اسابيع، بكتير وشهر. احنا داخلين على بداية الحرب واحنا بدأوها من شهر لسه. اعلان الحرب وروسيا بتعد نفسها وبتروح مش عارف ايه، وعايزة سياسة الارض المحروقة وبتطالب، والمفاوضات مش جايبة نتيجة، وزيلينسكي بيعلن ان اوروبا مش واقفة معاه عشان تقف معاك باسلوبك، معناه انها تحارب بدالك، وده مش ده مستحيل. اوروبا مش هتحارب بديل عنك، انت بتحارب بديل انت عن نفسك. هي ليست حرب بالوكالة، فأوكرانيا لا تحارب من أجل أوروبا أو من أجل أمريكا، ولكن تحارب من أجلها هي، من أجل استقلالها. الأمر يهم الأوكرانيين نفسهم. اللي يقول إن أوكرانيا بتدافع عن أوروبا وغيره غلطان، أوروبا قادرة على الدفاع عن نفسها. وفي المواجهات إذا خلاص يعني ما فيش غير مواجهة، فهتلاقي حرب عالمية تالتة، واللي يحصل يحصل، لأن ما فيش حد هيرتضي إن هو يحصل له زي ما حصل لأوكرانيا. وده تصعيب على موقف روسيا انها ترجع تاني للنظام العالمي اللي هي جزء منه، هي ما زالت جزء منه، وهي لا تستطيع ان تقدم البديل حتى لو بالروبل. يعني كانوا الدول العربيه اشطر منك، وكانوا قالوا لا اشتروا بالريال السعودي او بالاماراتي او بالقطري. لا، الدولار طبعا هو المهم، او اليورو او الايوان الصيني، ما هو ده برضو مع النظام العالمي. اما الروبل هو خارج المنظومه لو هيبقى لوحده، انما هو التأثيرات الاقتصادية مأثرة عليه، والروبل دلوقتي بينخفض ليه؟ لان هو جزء من النظام العالمي ومأثر عليه، وما مأثر عليه طبعا العقوبات الاقتصادية مأثرة طبعا على كل الروس، وحالة عدم الاتزان للمواطن الروسي اللي موجودة جوه سببها السياسات الروسية وسياسات الغلق وهكذا. قالوا ان في طبعا روسيا دولة منتجة ودولة عظيمة في الانتاج، لكن في حاجات تانية بتستوردها تبقى محظور ان استيرادها. اللي بتعمله روسيا اذا كان في بعض العذر ليها، لان الامن الاستراتيجي ليها لابد ان تتراجع مره ثانيه لتظل دوله عظمى. تقول ازاي يعني تتراجع عشان تظل دوله عظمى؟ لان لو ما تراجعتش وكملت للنهايه معناها ايه؟ انت اقراه زي ما انت شايفه كده عزيزي المشاهد، يعني اقرا. لو روسيا ما تراجعتش معناها ايه؟ بتنتحر وتاخد معاها يعني واحد زي ما يكون بيحزم نفسه بقنابل كده وبينتحر وبياخد اللي معاه. هل روسيا هتستفيد؟ هل المواطن الروسي هيستفيد من هذا، من هذه القرارات الانتحاريه؟ لا طبعا هيتضر. لابد ان يرجع الى العقل مره ثانيه، وانه يستفيد بترابيزه المفاوضات، وان يدعو امريكا الى المفاوضات مش اوكرانيا. لأن اللي هيقدم لك الحياد هو الناتو وأمريكا مش أوكرانيا. والاتفاق اللي انت بتعلن عنه واللي انت عايزه اتفاق مكتوب، معرفش هل ممكن يطرح في المفاوضات ولا لا، لأن هو ده سبب الخلاف الأساسي. واعتقد ان لو دونالد ترامب كان موجود مكان بايدن ما كان لهذه الحرب ان تحدث قولا واحدا. ازاي هتحسوها من ان ترامب يعني ما كانش بيطالب بجزيرة القرم، لأن هي دي زي بيقول المنفذ لروسيا على البحر الأسود، فما تقدرش تطالب بيها، بس يعني هي بتبقى دي آخر حاجة يعني، خلاص دي آخر حاجة بتاعت القرم دي وسكتنا عليها، لكن بعد كده أوكرانيا تبقى بداية أوروبا. وكان يعني أنا كان نفسي طبعا، يعني دي حاجة ليس كل ما يتمناه المرء يدركه، يعني ان روسيا تبقى جزء جميل جدا من النظام العالمي. روسيا
بثقافتها، روسيا بحضارتها، روسيا بامبراطوراتها القويه، روسيا بسلاحها، روسيا بصداقتها لكل الشعوب اللي كانت يعني كانت في نفس الوقت يعني بتئن من النظام العالمي وقتها لما كان لسه وليد. النظام العالمي كان برضو في غشم منه في تطبيق حاجات اقتصاديه، واحنا عانينا منه زمان ايام عبد الناصر والسادات. التجأنا لروسيا وروسيا وقفت جنبنا. فروسيا دولة صديقة، لكن ما اقدرش ابرر الغزو، ما اقدرش ابرر القتل، ما ينفعش مع اي دولة. ما هو ده مبدأ، انت لو تنازلت عن هذا المبدأ لمجرد الصداقة هتتنازل عنه ضد نفسك بعد كده. نحن لا نقبل الغزو، لا نقبل سيادة الاخرين، يعني نقبل النظام العالمي. النظام العالمي كل الدنيا ممكن ان تقبله، هو نظام حر، اقتصاديات حرة، تنافس، وده اللي بتعمله مصر عشان بتستعد انها تبقى جزء من النظام العالمي. ويا رب نربط الجنيه المصري بالدولار، يا رب. ليه لا؟ لان الدولار سهل، مش سهل ان هو يهبط وحاجات كده، لكن اي خلل اقتصادي بيأثر على الجنيه، بيأثر على الاسعار، بيأثر على المواطن، والحكومه بتجد معاناه في المعادله. فلو اتربط بالانتاجيه، لو اتربط بالتنافس، لو اتربط بانك بتؤدي البنيه الاساسيه للاستثمارات، ان تكون البوابه للدخول للصناعات لافريقيا، مصر في موقع لا تحسد عليه، او تحسد عليه، مش لا تحسد عليه، يعني تحسد عليه، لان هذا الموقع استراتيجي جدا، هي على القمه يعني. لا تحسد عليه دي في المشاكل، انا اسف يعني تعبير خني، لكن هي طبعا الناس تحسد مصر على موقعها. اولا طريق تجاري مهم زي طريق قناة السويس، بنية اساسية بتتبني، المصريين في سبيلهم الى انهم يبقوا منتجين ويصدروا. وانا عارف ان في مصانع حتى لعربيات هونداي وغيره بتعمل حاجات اللي هي محتاجة كبسات وحاجات كده وكاوتش. صناعة الكاوتش بقت في مصر، صناعة الأدوية بقت في مصر، صناعات الإلكترونية بقت في مصر، طورنا من الصناعات اللي حتى بيسموها الصناعات الدقيقة، ومصر ركبت، مش عايز أقول أنتجت، الموبايلات، التليفون الهاتف. وعلى سبيل المثال يعني إن مصر على طريق واضحة قدام الصناعات، وانها بتعد انها تنافس. واعتقد ان الاتوبيس الالكتروني اللي هو على الطرق الدائريه دي اكبر دليل على ان اولا بالكهرباء، ثانيا في انترنت، ثالثا هيخدم على اعلى مستوى تقني وعالي، شكله جميل، متحضر، نقله حضاريه كامله لهذا الاتوبيس من بدل الميكروباصات وغيره على الطريق الدائري، وبتسهيل للحركه غير عادي، غير عادي. ده توفير للوقت وتوفير لكل حاجة. بقي أن الشعب المصري يستجيب لهذا، وإن شاء الله يبقى فيه يعني حاجة، طرق لجذب الاستثمارات زي ما حضراتكم. يعني مشكلة الدولار اتحلت بقرار من البنك المركزي وقرار من رئيس الوزراء، وطبعا بمشاركة رئيس الدولة ووزير المالية وغيره والمتخصصين والمستشارين، اجتماع على مستوى قيادات مصر، انتج ازاي اعالج التضخم، انتج ازاي اواجه سعر الجنيه لما ينخفض، سعر الدولار لما يرتفع احاول انزله تاني ازاي، الم السيوله ازاي، اوفر المنتج ازاي. كل ده ان في ناس ما بتنامش الليل علشان تعمله في مصر، مش ناتج عن شخص واحد اللي هو عبد الفتاح السيسي. هو قائد، وهو بيوجه، لكن في الاخر في مجموعه مستشارين في مصر عباقره، عباقرة، نثق فيهم، وإن شاء الله تكون الكفاءة هي رقم واحد في مصر لكل الاستثمارات. وأعتقد أن الحل لمصر واقتصاديات مصر هو جذب الاستثمارات والسياحة. وأنا قلت السياحة لأن أعتمد على حاجة معينة، يعني الروس والأوكران دلوقتي بيحاربوا، ما فيش سياحة، فما فيش سياحة الناحية التانية من أوروبا، في سياحة للصين، سياحة اليابانيين، كوريا، حتى السياحة الأفريقية. يعني افرض اسواق تانية، لو السوق العالمية للسياحة انا مش عارف اديرها، ما انا ادخل ناس، يعني مش عيب ان انا ادخل من السوق العالمية دي واتعاون مع السوق الاسبانية، السوق
مش عارف اقول الفلسطينيه ولا لا، اللي هي زياره القدس وقبه الصخره، اتعاون مع اليونان لان اليونان بلد سياحيه، اتعاون مع فرنسا في شركات سياحه هناك، نشوف الكروز ده يتعمل ازاي، الغردقه، شرم الشيخ، هل الكروز ده يبقى عالمي، هل يبقى محلي، هل يبقى اوروبا بس، طيران الشارتر، افتح الاسواق العالميه عليا انا وانزل بتخفيضات وتنازلات شويه في السوق على اساس ان انا اجذب، بدل ما يبقوا الخمسة مليون والستة مليون من اوكرانيا وروسيا بس، لا اجيبهم من حته تانية. وطبعا التامين الشامل والاستقرار الوضع، وضع الاقتصاد في مصر ووضع المواطن في مصر، هو ده اللي هيجذب السياحه. اعتقد ان الاتجاه الان المصري للبنية الأساسية والسياحة، وطبعا استخراج الغاز وتسييله وغيره 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 ساعد المصريين على أنه هو يبقى ما هوش لقمة طرية أنه الأزمات تاكله، لا احنا نواجه الأزمات بقدر ما أتينا من قوة، على المواطن بقى أنه هو يرشد استهلاكه زي ما قال رئيس الدولة كده، أن ما يبقاش 30 40 طبق قدامك سواء للمسلمين في رمضان أو للمسيحيين في الأعياد، لا نكتفي بأن طبعا ترشيد الاستهلاك واعمل اللي انت عايزه زي ما قالك سيادة الرئيس، لكن في الآخر انت مطالب بترشيد استهلاكك، والحكومة ساعدتك على ده لأن لمت السيولة من السوق على أساس ما يبقاش في انفاق شديد، وفي نفس الوقت يبقى الدنيا محكومة والأسعار تبتدي تنزل، لأن إنتاجية مصر من البيض والدواجن والأسماك وغيره 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 أعتقد عالية جدا. فاضل القمح، يا رب نلاقي سوق تانية، وأعتقد أن مصر دخل على 60% أو 65% من إنتاجها الذاتي للقمح، يا رب إن شاء الله بالتوفيق، وبالتوفيق لمنتخبنا القومي في السنغال يوم الثلاث، ونفرح كلنا بدخول كاس العالم، ودي برضو هتبقى زي الفرحة برضو بالتغلب على التضخم والأسعار والحاجات دي كلها. الأسعار بتغلى على مستوى العالم مش على مستوى مصر بس، بس طبعا مع الرقابة والحكومة في مصر أعتقد أن الدنيا ممكن تبقى هادية شوية، وعلاج التضخم والحاجات دي كلها ناس متفائلة لما بتتكلم. أسعار الدولار عليت بس ابتدت تنزل، التفاؤل ابتدى يبقى في خلال يومين، كان الأول نقعد سنة وسنتين وسوق سودة وبتاع، دلوقتي لا، الحكومة بقت واعية، المواطن بقى واعي أكتر، بقى بيتقبل الحلول ويساهم في الحل مع الحكومة، فأنت يعني فل شمعة منورة زي أحد المذيعين يعني. ربنا يكمل الخير لمصر، وإن شاء الله المشاكل اللي بنسمع عنها، مصر فيها مشاكل طبعا زي أي دولة، سواء مشاكل تخص الأقباط أو تخص الأقليات أو تخص الناس الفقراء أو تخص المعاشات أو تخص ماسبيرو، ربنا يتدخل ويحلها ويدي حكمة للرؤساء ويدي حكمة للناس اللي بتقود والمسؤولة عن القانون إنها تحل في صالح المواطنين، في صالح المجتمع، في صالح مصر، يا رب دايما. وإلى اللقاء إن شاء الله يوم الأحد القادم، إن عشنا لكم من قناة سيسات أجمل أمنيات بالسعادة.